مساء الخير على الجميع. أنا حابب أرحب بالسادة الحضور اللي هيحضروا الحلقة دلوقتي أو هيحضروها في وقت لاحق، وكمان حابب أرحب بالسادة الحضور اللي هيتفاعلوا معانا في الدردشة أو اللي هيشاهدونا في صمت. مبدئيا أنا حابب أرحب بصديقتي العزيزة نعيمة اللي هي كتبت يعني تعليق قبل الحلقة تبدأ بفترة، فبرحب بيها. وكمان حابب أرحب بصديقي العزيز فريسول، منور الدنيا صديقي العزيز، ويعني اتمنى من حضراتكم ترحبوا معايا بصديقنا العزيز الاستاذ سامح. ازيك يا سامح، بيه عامل ايه؟ اهلا بيك استاذ راوي وبضيوفك الكرام ومشاهدينك الاعزاء، يعني ونسعد بالحوار معاك دائما. يعني انا اللي اسعد يا فندم، انا اللي اسعد وبشكرك انك دايما متواجد معانا. لا يا فندم، شرف ليا يا فندم. ما طلبتش ابدا سامح بيه الا ولبى الندى، يعني فقط الله ترى يخليك يا بخير. فندم، الله يخليك. طيب، علشان ندخل على طول في الموضوع، الموضوع زي ما شايفين حضراتكم العنوان كده هو تناقض الخطاب والوجوه المتعددة للأزهر بلسان الشيخ أحمد الطيب. ده العنوان بالعموم. يعني أنا شايف إنه فكرة تناقض الخطاب أو الوجوه المتعددة للخطاب الإسلامي هي مش بس تخص الأزهر أو تخص الشيخ أحمد الطيب، لا، هي تخص التيار الإسلامي بالعموم كله. شايف إنه هناك تعدد في الخطاب أو عندهم حالة التعدد في الخطاب. يعني لو بيتكلم في الخارج مثلا بيحب يصدر صورة إنه الإسلام السامح اللي بيتقبل اللي مش عارف إيه، لو بيكلم المرأة فهو كرم المرأة وهكذا يعني. وفي نفس الوقت في يعني الكتب والأكاديمية، يعني لو هنسميها أكاديمية دينية أكتر، يعني لا هتلاقي الأمور مختلفة تماما. حتى مرة سمعت وسيم، اسمه الشيخ وسيم يوسف تقريبا من الإمارات، قال لو الناس علمت ما في الكتب، أو حد من أساتذته قال له كده، إن لو الناس علمت ما في الكتب يعني هيكفروا أو هيلحدوا، والكلام ده المفروض ما يكونش لعامة الناس بالعموم. فعادة ده دايما بنشوفه، بس الشيخ أحمد الطيب في الفترة الأخيرة بصراحة كان يعني مبروز الموضوع ده بشكل كبير جدا. ممكن يتكلم في ألمانيا بشكل جيد قوي قبل كده، يعني من فترة يتكلم عن الإسلام السامح اللي بيتقبل، ويرجع مصر يعمل مناظرة مع الدكتور الخشت فيخش فيه جامد جدا، ويعني يكون صلب وقوي جدا. نفس الكلام حصل في الرحلة الأخيرة اللي سامح بيه يعني حابب إنه يعلق عليها. فدي السياق الأول من الحلقة أو ده العمود الفقري للحلقة. ممكن لو معانا بعض الوقت حابب كمان إن احنا نتكلم عن الانتخابات الأمريكية والمناظرة اللي حصلت ما بين ترامب واسمه إيه التاني نسيته، بايدن. بايدن بايدن فيعني ممكن نتكلم عن الموضوع كده بشكل بسيط. فأحب إن سامح بيه يبدأ بقى ويشوف هو عاوز يبدأ منين. اتفضل يا سامح بيه. طبعا احنا بنأكد في البدايه ان احنا حريصين على الازهر، لان سواء رضينا او ابينا، هو انا شايف ان الازهر تعتبر اكبر مؤسسه اعلاميه في مصر. احنا عندنا 140 الف مسجد تحت ايد وزاره الاوقاف، وطبعا حاليا اسامه الازهري هو وزير الاوقاف في الوزاره الجديده بتاعت مصطفى مدبولي. لان ال 140 الف مسجد الناس عندها صلاه الجمعه فرض، وبيروحوا لصلاه الجمعه سواء بطقس اجتماعي او بطقس ديني، وبعدين الميكروفونات بتسمع الناس في البيوت، فست البيت اللي شغاله في البيت بتسمع الخطبه، وكمان المسيحي اللي قاعد في البلكونه بيقرا القران بيسمع الخطبه. فالخطبه تقريبا بيسمعها ال 100 مليون مصري سواء برغبته او بغير رغبته. مفيش قناه تلفزيونيه، مفيش برنامج بيسمعوا هذا العدد يعني من البشر. وخطبة الجمعة موحدة، فبقى في عناصر مش شرط تكون يعني بنفس المنطوق، ولكن بيحط لهم عناصر يتكلموا فيها، وبيتحرك خطباء المساجد بعد ده الكلام الأخير يعني بعد من عدة سنوات موضوع الخطبة الموحدة اللي بتذاع في كل المساجد. فإحنا هذه المؤسسة هي موجودة في مصر ومتواجدة، ونتمنى إن الخطاب بتاعها يكون خطاب متوازن، غير محرض على الكراهية، غير محرض على العنف، يحرض على التسامح الديني في ظل دولة مش بس فيها قطبين يعني مسيحيين ومسلمين. طبعا في شوية يهود صغيرين بقايا، يعني يهود القرائين اللي موجودين يعني 100 واحد ولا حاجة، ولكن في ناس عندها أفكار مختلفة، في ناس ربوبية، في ناس خارج مربع الإيمان، يعني ده مجتمع متنوع رضينا أم أبينا. فنتمنى أن يكون لغة الأزهر هي لغة التسامح، اللي هو اللغة اللي قالها في الخارج. انا هقرا بس جزء من المنطوق اللي قاله ونبدا نناقشه ونتحاور معاه، لان هو برضه
انا حاسس ان الموجه عاليه فبيخضع الناس ليها. يعني حتى دايما يطلع محمد عماره يقول لك علي عبد الرازق في اخر ايامه تاب، وخالد محمد خالد في اخر ايامه تاب، طه حسين في اخر ايامه تاب، وهكذا يعني. او حتى بعضهم كانوا ملحدين باعتراف اصدقائهم زي العقاد وزي كذا، ولكن يكتبوا كتب عن الاسلام اروع ما يكون. حتى ان علي عبد الرازق نفسه بتاع كتاب الاسلام واصول الحكم 1924، ولما اظهر حكمه وشال منه العالميه وطردوا من القضاء الشرعي ورجعوه بعد كده لما اخوه مصطفى عبد الرازق بقى وزير، سعد زغلول اضطر يهاجمه. الموجه العاليه بتخلي الناس في الاخر تخضع للايه؟ للسياق العام. فانا ممكن يكون عقاد تراجع، او معنى اصح ماشي مع السياق العام، مش شرط يكون مقتنع يعني، او خالد محمد خالد او علي عبد الرازق او غيرهم من الناس، او حتى زكي نجيب محمود او غيرهم، ان هم يركبوا الموجة. حتى ان هو محمد عماره نفسه كان يسار قبل ما يكون يعني داعيه اسلامي يعني، او يكون من قاده زعماء الاسلام السياسي. حتى من الاقوال الشهيره ان خيرت الشاطر كان بدايته في التنظيم الطليعي، وكمان جمال حشمت من قتل الاخوان المسلمين. وطه حسين على فكره تراجع برضه، بس انا اعتقد ده تراجع ظاهري، او يعني زي ما قلت لك يعني تحت ايه الموجه العاليه الناس بتضطر ايه تحت الموجه العاليه. تمام. بالظبط. فنشوف كلام حتى شيخ الازهر، انا شفت له حوار تلفزيوني واتكلمت عنه في اكثر من حلقه، وهو لسه كان رئيس جامعه، فبيسالوه عن المسيحيين في اوروبا ودول كافرين ولا مش كافرين وكلام من ده، وساعتها اتكلم برضو كلام في منتهى الروعه، وشعرت ان الراجل يعني متنور جدا، وقال صح. ان التكفير ليه اربع شروط، واستدعى كلام الشيخ شلتوت وكلام محمد عبده وكلام عبد المتعال الصعيدي، وقال ان الاربع شروط بتوع التكفير، ان اول حاجه ان يصل الاسلام يعني ان اول حاجه هذا المسيحي او هذا البوذي او هذا الهندو او ايا كان يعني يصلوا الاسلام. هو طبعا كان الكلام ده قاله محمد عبده اللي هو مات 1905، فما كانش فيه علماء، فكان فعلا في ناس ما يعرفش حاجه اسمها اسلام، هو يعرف المنطقه اللي هو فيها بس، ويعرف الديانه اللي هو اتربى فيها، انما على العولمه بقى ومع داعش ومع القنوات التلفزيونيه اللي بتبص ليل نهار، ما اعتقدش ان في واحد في اقصى الارض او في حتى في كوكب اخر ان هو ما يعرفش حاجه عن الاسلام، وما يعرفش حاجه اسمها الاسلام يعني. النقطه الثانيه قال لك ان يصل اليه وصولا مشوقا او على الوجه الصحيح، وصولا مشوقا ده كان تعبير يوسف القرضاوي، او على الوجه الايه؟ الصحيح. الشرط الثالث ان هو يكون من اهل النظر، اهل النظر ده يعني فيلسوف، يعني من طلاب الحكمه، لا هو دكتور ولا هو مهندس ولا هو مش عارف، لان كل دول مش معنى ان هو دخل كليه قمه، هو منغمس في المهنه بتاعته. دكتور اسنان طول النهار بيعالج اسنان، حتى دكتور نسا طول النهار بيولد، دكتور مثلا مسالك بوليه طول النهار بيعمل عمليات، ده مش اهل حكمه ولا اهل نظر. اهل نظر اللي هو قاعد مقارنه بين الاديان، بيقرا اقوال الحكماء، عارف عصر التنوير، عارف عصر الفلسفه الحديثه، الفلسفه القديمه، مصر القديمه، وهكذا. ده اللي هو اهل الحكمه، اللي هو من اهل النظر، اللي هو الشرط ده مش متوفر في حد تقريبا، او في عدد بسيط من الناس على مستوى العالم، او عدد يعني قول ملايين، ملايين طبعا من 8 مليار يعني رقم يعتبر ايه؟ اللي هو من اهل النظر ده عدد قليل. وبعد ما يكون من اهل النظر ان يصل ان هذا الدين هو الدين الحق، ثم ينحرف عنه جحودا واستكبارا. يعني الشرط الاخير ده شرط تاني، يعني خلاص اتفقنا ان في 3 4 مليون في العالم دول من اهل النظر، فال 3 4 مليون دول او الجزء منهم وصل ان هذا الدين هو الدين الحق، وجحد بقى كبر واستكبار وبتاع وكلام من ده. يعني شرط التكفير كفر ده مش موجود في اي حد، لان هو اهل الحكمه واهل النظر لو فعلا على قناعه بحاجه زي رجاء جارودي مثلا، وان كان كفروه في الاخر رجاء جارودي اسلم، يعني هو الفيلسوف او رجل الحكمه الكبير ده مش هيهمه ان هو يعلن رايه بصراحه لو هو ايه مش هيجحد واستكبر في هذا العصر الحديث، خوفا مثلا من اهل ديانته او اهل الناس دي بتعلن الحدث بمنتهى الشفافيه، بيعلن ربوبيته بمنتهى الشفافيه، ممكن يسخر من الاديان، ممكن يسخر من الاله، يعني بقى في عصر حريه، فما فيش حد ايه هيخاف ويستر ايمانه بهذا الايمان. فاذا التكفير بشروط احمد الطيب مش موجوده نهائيا، ده كان كلام احمد الطيب نفسه. انما المشكله بقى ان هو بقى شيخ ازهر، هل تترجم هذا في الازهر؟ نقرا برضه زي ما قلنا الحوار كده جزء منه، ونشوف ايه اللي حصل في اندونيسيا بالظبط، وزي ما قال اخونا الراوي ان هو قال نفس الكلام في المانيا. بيقول نظمت جمعيه، طبعا جاي في يوم السابع بره الخبر من يوم السابع، نظمت جمعيه نهضه العلماء الاندونيسيه اكبر جمعيه اسلاميه في العالم، حيث يتجاوز عدد اتباعها 120 مليون شخص، حفل استقبال حاشد لفضيله الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف،
وحاطين ان هو رئيس مجلس حكماء المسلمين. المسلمين يا جماعه اللي ما يعرفش 2 مليار مسلم حاليا، 10% منهم شيعة، يعني احنا بنتكلم في 200 مليون شيعي، وده موضوع برضو الشيعة والسنه ده لازم يتحلل، لان احنا 200 مليون واحد مش عدد قليل. قال لك بقى ايه؟ رئيس مجلس حكماء المسلمين، وذلك بحضور ايه بقى؟ قادة الاديان ورموزها المختلفه في اندونيسيا، من الكاثوليك والبروتستانت والبوذيه والهندوسيه والكونفوشوسيه، بالاضافه الى الالاف من قيادات الجمعيه اللي هي جمعيه نهضه العلماء دي، ورموزها وشبابها وفتياتها الذين حضروا حفل استقبال، ومئات الالاف الذين تابعوا فعاليات الحفل خلال البث المباشر. يهمني الاديان اللي كانت حاضره، اللي هي اكبر ديانات في العالم، هو ترتيب الديانات المسيحيه بواقع 2.3 مليار، المسلمين بعد كده كان اخر حاجه 1.9 منظمه البيو قالته، بس الكلام ده كان من 6-7 سنين، فربما العدد زاد وصل 2 مليار زي ما احنا بنقول. وبعد كده يليها بقى الترتيب الثالث كان على فكره الموحدين، الموحدين بتنوعهم كان 1.6، وبعد كده تأتي الهندوسيه والبوذيه ما بين نص مليار وبين 3/4 مليار وحاجات من هذا القبيل. وفي كلمته خلال الحفل الذي انعقد تحت عنوان الحوار والوئام بين الاديان والحضارات، وهنا برضو بذكر الناس بالشيخ الجليل الدكتور حمدي زقزوق اللي هو ربما متجاهله الاعلام، لانه كان بيحضر هذه الحوارات ما يسمى حوار الاديان، وكان دايما يقول ان احنا بنقعد وكل منا لابد ان يكون على قناعه ان هو لا يمتلك الحقيقه المطلقه. وده كلام خطير من شيخ ما يقولوش الا حمدي زقزوق. اصل معنى ايه؟ معنى ان هو بيقعد وبيحط دايما في ذهنه ذره شك في الديانه اللي هو بيدافع عنها، وان شاء الله يكون واحد في الالف، ولكن في درجه من درجات الشك. وانا هنا بذكر برضو بابو حامد الغزالي، ان ابو حامد الغزالي قال ان انا اتولدت فوجدت ابني المسلم مسلم وابني اليهودي يهودي، او عشت يعني فريق ابني المسلم مسلم وابني اليهودي يهودي وابني المسيحي مسيحي. فقال اخذت خطوه للخلف، بمعنى ايه؟ انه تجاوز الاديان ورجع بقى يناقش، يعني يقرا الاديان كلها بتمعن وتوحد، وقال وجدت في الاخر ان الدين الحق هو الدين الاسلامي. وراح قايل قوله مهمه جدا، ان الايمان بدون شك هو ايمان منقوص. يعني ايمان بالوراثه، انت طلعت لقيت والدك محمد وامك فاطمه فطلعت انت محمود او احمد، او طلعت انت امك كريستين وابوك بشاي فطلعت انت جرجس يعني او مرقص. فيعني هو قال الايمان بغير شك اللي هو ايمان الوراثه ده هو ايمان منقوص، لان عايز يقول ان لازم الشك ده جزء من الانسان. وحتى ان هم قالوا ان بدايه الشك ده كان مش ديكارت ولا حاجه، وبدايه الشك كان ابو حامد الغزالي. ولكن هو في الاخر وصل لمرحله ابو حامد الغزالي لما تحول للصوفيه وهاجم الفلاسفه، ان هو بقى على قناعه ان العوام دول لازم يكونوا مؤمنين، وان في خطر ان العوام والجهل دول يكون خارج مربع الايمان. فراح طالع بقى بالايه؟ باحياء علوم الدين والصوفيه، اللي كان ثلاث ارباعها احاديث ضعيفه، ده اللي قال كده علماء الحديث مش انا يعني، ولكن هو اللي لقى ان هو بيوجه الناس للصوفيه والروحانيه والبعد عن بقى النقاشات الجدليه وعلم الكلام. وكان بقى طلع المعتزله وطلع بقى افكار الفلسفه اليونانيه كانت بدات تاثر في المسلمين، فهو نقى بالمسلمين عن ذلك يعني. المهم نكمل مع كلام اللي قاله شيخ الازهر. فبيقول قال شيخ الازهر ان الاديان، بيتكلم بالعموم اهو، ان الاديان هي رساله سلام الى البشر بقى الى الحيوان والنبات والطبيعه باسرها. يعني في رفق بالحيوان كمان، الاديان كلها جت يعني ايه؟ انها تهتم حتى بالنبات والحيوان. وعلينا ان نعلم ان الاسلام لا يبيح للمسلمين القتال إلا في حالة واحدة، هي دفع العدوان عن النفس والأرض والوطن. تاني من أكل الأزهر والفقه وأصول الفقه بيقولوا في حاجة اسمها جهاد الطلب وجهاد الدفع. جهاد الدفع اللي هو الدفاع عن الأرض والوطن اللي هو بيقولوا هنا، إنما كل الفقهاء بيأكدوا إن في حاجة اسمها جهاد الطلب. إيه يا عم جهاد الطلب ده؟ اللي هو نقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. يعني هنا بلد جنبنا ما عملتلناش حاجة وما دستناش على طرف، انما احنا نهاجمها تحت الدعاء بقى ايه؟ حتى نخلي بين الشعب والاسلام، يعني الحكومات بتاعتهم دي القهراهم يعني وقمعاهم، فاحنا ايه؟ نسيطر عليها سياسيا وعسكريا عشان نترك للناس حريه الدخول في الايه؟ في الاسلام. مع العلم ان هم لما كانوا بيدخلوا قريه كانوا بيخيرون بين 3 حاجات، الاسلام او الجزيه او القتل، يعني ما فيش خيار ثالث. وكمان الحديث الشريف امرت ان اقاتل الناس
او انا بزعم يعني ان هو مدسوس على النبوه، او ان هو بيدعوا ان النبي قال ان امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فان قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم. يعني حتى خيار الجزيه مش موجود في الحديث. طب حد من شيوخ الازهر قال ان هذا الحديث مدسوس، ان هذا الحديث ضعيف، ان رواته غير عدول، ايا كان انه الاسلام يعترف فيه، لانه ضد كلام شيخ الازهر. ولكن انا دخلت في نقاشات كان من ضمنهم مع احمد عمر هاشم، دكتور احمد عمر هاشم، ويؤكد ان الحديث صحيح بس احنا مش فاهمينه غلط، وان احنا مش فاهمين لغه عربيه، وان الناس مش انا ما حطيتش سامع الصوت يا جماعه، حد فيكم سامع الصوت ياكد لي كده، لان انا سامح بيه. لو حضرتك سمعني ممكن يعني تخرج وتدخل تاني، لان الصوره تجمدت وانا مش سامع صوت. طيب هننتظر بس سامح بيه يرجع. كان سامح بيه بيقول انه العقاد يعني ربما تراجع تحت وطئة الضغط وكده، بس انا شايف انه العقاد لا، العقاد كان ثواني كده يا جماعه. طيب النور قطع عند استاذ سامح، هو بيقول يبدو ان هناك مغامره وكده يعني. فلو ما قدرش يرجع يكون معانا في الحلقه، هنأجل الحلقه ليوم الجمعه. طيب على العموم انا هستنى شويه بحيث ان سامح بيه يرجع معانا، بس عايز اقول انه مشكلة الخطاب الاسلامي او الشيخ الازهر انه دائما يعني بيتكلم بتعدد في الخطاب، او الخطاب له وجوه متعددة. بس زي ما قلت في اول الحلقة، ده ما يخصش شيخ الازهر لوحده، ده يخص الطيار كله، ان كلهم عندهم لو مثلا بيتكلم قدام الشاشات او بيتكلم مع مجموعة بيتكلموا عن فكره معينه زي الانسانيه او غيره، بيحب ان هو يقول لا الاسلام بيقول عن يعني ولا تعتادوا وغيره من الاشياء، بحيث انه يبان وكان الاسلام يعني لا يدعو للقتال او غيره. في حين مثلا ان شيخ الازهر وهو كان في المناظره مع الدكتور الخشت كان بيقول له الاسلام كان في ازهى عصوره وقت ما كان بيحكم او كده، فانتوا دلوقتي مش قادرين تعملوا ابره او حاجه كده، وكان كانت يعني زهو العصور من وجهه نظر الدكتور احمد الطيب او الشيخ احمد الطيب، لان انا ما بشوفش ان المساله فيها دكتوراه اصلا، بس بما انهم يعني بيقولوا كده فاوكي. فشايف ان الغزو وسلب البلاد او السطو على البلاد والسيطره عليها ده يعد انه يعني نهضه وغيره، مش النهضة في الأفكار أو في الإنتاج بالظبط. هو الفكرة دي فكرة سياسية جدا، يعني فكرة سياسية جدا إنك أنت تظهر عكس ما تبطن أو يكون لك خطابات متعددة. وعلى فكرة يعني حتى السلفيين كانوا بيتكلموا على التواجد في أوروبا بشكل كبير جدا، إن من خلال النظام الأوروبي اللي معمول اللي هو الديمقراطية وغيره يستطيع الإسلام إنه يسيطر هناك. فبالعموم لكن طبعا اللي على الصورة اللي هم بيكونوا بيصدروها إن إحنا عاوزين بس نستمتع بالحريات اللي بتكفلها الدول الأوروبية، وكمان الحريات السياسية إذا كان في حريات سياسية،
وده اللي هيوصلنا في النهاية بعد 50 أو 100 سنة إن نصل للحكم. إن ما وصل يعني لو ما وصلناش للحكم هنوصل لدوائر القرار، وبالتالي نبقى سيطرنا على الدول دي. طيب سامح بيه قدامه 5 دقايق كده على ما يجي النور، جه واضح إن المؤامرة سقطت، وهو هيشرفنا يكمل الحلقة وده كويس. فعلى ما يجي يعني أنا بدردش معاكم في المسألة ديت، إنه كانوا بيتكلموا على إن الخطاب الديني بيكون ليه وجوه متعددة، وبيقولوا إنه المفروض العوام ما يعرفوش ما بداخل الكتب زي ما كنت بقول في أول الحلقة، لأن في داخل الكتب في أشياء كتير بجد يعني غير مرضية للمسلم نفسه، مش للي خارج الإسلام أو اللي بيحاول يناقش الفكر الديني أصلاً. لأن مناقشة الفكر الديني ممكن تبدأ في البداية ببعض الأحداث. يعني أنا ممكن أكون في بداية الفكرة بكون رافض بعض الأحداث أو بعض الأشياء، لكن بعد شوية الموضوع بيكبر مع اللي بيكون يعني بيفكر في الدين بشكل نقدي، الفكرة كلها بالعموم بتكون تحت المراجعة، وكل ما قيل من خلال الأديان أو يعني قدمته الأديان الواحد بيرجع يراجعه تاني ويشوف هل هو منطقي ولا لأ. والموضوع بيتخطى مسألة الأحداث اللي حصلت سواء حصلت أو لأ. أنا عن نفسي يعني مسألة تخطت معايا مسألة إنه حدث أو لم يحدث، المسألة بقت في الفكرة نفسها في فلسفتها وفكرتها ووجهة نظرها هل هي منطقية ولا لأ. لكن تظل الكتب والأحداث هي أحداث موجعة في بعضها أو في كتير منها يعني. فده بيكون للناس اللي هي بتكون يعني مش حابة إن المسألة تبقى عدائية أو يظهر بوجه عدائي، أكيد ده بيرفضه بشكل كبير. فريسول بيقول بشكل عام بيحاول رجل الدين إخفاء الغسيل الوسخ للدين وعدم إظهار قبحه. ربما هو يعني بيفكر إنه في بعض الأحداث ما لا يجب أن تظهر للعوام، وأحيانا بيسموهم الدهماء يعني، يعني ناس كده بلا عقل وبلا تصرف. فالمفروض إن الكلام ده يكون للدارسين يعني المشتغلين بهذا السياق، لكن عوام الناس لا، ما ينفعوش إن هم يطلعوا على هذه الأفكار لأنها ممكن تكون مفاجأة وصدمة ليهم جدا. وأنا متفق مع الفكرة إنه لو الأشياء دي بس ظهرت وتسيب الناس تقول قرارها، الناس كده كده بتاخد قرارها بمجرد ما تسمع الأشياء دي. ما هو بيحصل حاجة من الاتنين، إما بيحصل يعني إنكار، يعني في بعض الناس المؤمنين بتعمل عملية إنكار للأحداث، بترفض إنها تصدق الأحداث وبتعمل لها عملية إنكار، أو اللي بيصدق بيتصدم وبتكون بداية الطريق بقى لاتجاه مختلف تماما. في البداية بتبدأ إنه أنا مش راضي عن الأحداث دي، واللي بيصدق بالأحداث دي أنا ضده تماما، فيبتدي يقول أنا يعني بعيد نسبيا عن الفكر التراثي أكتر، وعاوز الإسلام يكون غير مدنس بهذه الأحداث أو كده. وربما تتوسع الأمر معاه زي ما قلت لحضراتكم، ويبتدي يخرج لأفكار تانية ووجهة نظر عن الأديان بشكل عام بقى، ما بتبقاش متوقفة على الأحداث أو الشيء، لا على الفكرة كلها، على فكر كلمة الإيمان أصلا، وعلى وجود يعني الإله أو الكائن الخفي أيا كان. وطبعا طبعا أنا موافق جدا الناس اللي ربما أنا ما ذكرتش المجموعة دي من الناس، بس دول على فكرة يا فريسول بيكونوا يعني مشتغلين بهذا المجال أو دارسين ليه يعني، أقصد يعني في ناس بتكون دارسة للمجال أو كده، في ناس طبعا بيتم تجنيدها بشكل خفيف يعني أو متدرج، وبعدين بيتحول فعلا للإرهاب. بس دول اللي يعني قلة قليلة الصراحة، ما يعني عوام المسلمين مش كده. عوام المسلمين ممكن يكون عندهم سيك التطرف زي ما بيقولوا، وبرضه مش الغالبية، الغالبية لا، عاديين، ناس عادية، بمجرد ما هتقول له إنه حصل كذا في عصر النبي أو في عصر الصحابة أو في عصر أيا كان العصر، هيرفض دوت جملة وتفصيلا يعني. لأنه في النهاية هو عايش في وسط مجتمع وعنده حتى في أبسط الأمور يعني في أبسط الأفكار البسيطة إنه ده ما يصحش، فاللي ما يصحش مش هيقدر يقبله أو يعني يتخطاه. بس بيعمل عملية إيه بقى؟
او المتشدد شويه او اللي عنده افكار يعني دينيه نسبيا بيعمل عمليه انكار، لا ده ما حصلش، لا ده انت ما بتقولش الحقيقه، انت مش عارف ايه، ولو لقاها يحاول يجملها يعمل اي حاجه او يبعد عنها خالص ويقول لك انا لست تراثي او شيء، ويحاول انه ياخد اتجاه مختلف. كويس ان انا بتكلم، انا بقالي فتره كبيره ما بعملش حلقات لوحدي، عندي مشكله في ان اتكلم وكده. كويس ادينا سامح اداني فرصه ان انا ايه قلت وعجن مع حضراتكم شويه على ما هو يجي يعني. تمام. وانا برضو بتكلم عن الاديان بشكل عام، لكن بما اننا بنتكلم عن الدين الاسلامي حاليا او فكره الخطابات المتعدده، لان المساله دي مش متوقفه على حادث في اندونيسيا او مثلا الخطاب او الخطاب اللي كان معمول في المانيا، او حتى دايما يعني السياقات اللي بيتكلموا فيها حتى قدام الناس في الشاشات هي بتكون كلها ايه؟ كلها كلام جميل ومعسول وكده، بس في حقيقه الامر الموضوع هو يعني وجه مختلف تماما. لما تسمعهم مثلا في المساجد او في الجلسات اللي بيسموها جلسات العلم دي، لا الكلام مختلف. واحيانا قدام الشاشات صراحه كان يعني ما اعرفش كان الكلام ده بيتذاع ازاي، مثلا الشيخ الشعراوي انت برضه بتحاول تجرنا لحته انا مش حابب اتكلم فيها دلوقتي. انا عايز ابعد عن الموضوع ده بشكل نسبي، يعني مش علشان ان انا يعني طفيت او حاجه، لا بس علشان انا نفسيتي تعبانه طول الوقت وكده، فمش حابب الموضوع ده كان بيتعبني نفسيتي اكتر واكتر، وانا مختلف مع كل الناس الموجوده في طريقه تفكيرهم، و يعني مش مبسوط بأمانة من اللي بيحصل. بس يعني غالبا هيحصل طبعا هدنة، أكيد هتحصل هدنة قريبا، وأتمنى ذلك. أنا عايز الحرب تتوقف الصراحة. اتفضل يا سامح بيه. أنا رجعت أهو معاكم، أنا آسف رغم أن قالوا تخفيف أحمال، إن واضح إنها أعطال بقى. يعني قطعوه كده 10 دقايق أو 5 دقايق، بس المشكلة على ما النت راجع بياخد وقت. بس أنت ظلمتهم وقلت مؤامرة وبتاع. قطعي مش من عمره. اتفضل. المهم طيب نكمل الموضوع بتاعنا، ان احنا اهو بتاع شيخ الازهر وهو بيتكلم. قلنا طبعا ايه انه قال ازاي حوار، وقال ان هو ايه يا ربي. قال شيخ الازهر ان الاديان هي رساله سلام الى البشر والى الحيوان والنبات، وقال ان الاسلام لا يبيح للمسلمين القتال الا في حاله واحده اللي هي الدفاع عن النفس زي ما قلنا، اللي هو جهاد الدفع، رغم ان الفقه الاسلامي كله يؤكد على جهاد الطلب. ومره عبد الله رشدي او الشيخ عبد الله رشدي كان بيتكلم، قال لك للتحوط، ما ممكن هم اللي يهاجمونا، يعني التحوط يعني ايه احتياطي، يعني ان احنا ايه نهاجمهم ونسيطر عليهم. وطبعا برضو المرويه اللي بتقول جعل رزقي تحت ظل رمحي، برضو منسوب الى النبوه. فكل هذا الكلام يعني هو يعني الشيوخ يقول لك ايه، ان الاسلام لم ينتشر بحد السيف، ويجيبوا احاديث تؤكد انه انتشر بحد السيف. المهم هو ايه، فنتمنى الكلام ده يقولوه شيوخ الازهر على المنابر، اللي هو مفيش حاجه اسمها جهاد طلب او النقاط اللي تكون كلمه الله العليا، والمفروض ان هو جهاد دفاع عن النفس، ده اصلا كل الاديان بتاكده. مؤكدا الشيخ الازهر بيكمل كلامه، مؤكدا انه لم يحدث قط ان قاتل المسلمون غيرهم لاجبارهم على الدخول في دين الاسلام، لان الاسلام لا ينظر لغير المسلمين من منظور العداء والتوجز والصراع. طبعا هذا الكلام ضد التاريخ. طيب ما يعتذروا بقى عن الفتوحات او ما يطلق عليها الفتوحات الاسلاميه. ما هو انت دخلت مصر كانت مسيحيه، في غضون يعني عده عقود من الزمن اصبحت مسلمه بنسبه كبيره، النسبه الاغلب فيها مسلمه. فبعضهم ربما يعني اقتنع بالدين، وده هذا اعتقد امر يعني فكره ان الجموع تدخل في الدين قناعه، ده مش امر يعني مش ايه مش هو الاساس، انما الاساس ان هو الجزية ربما كانت كتير عليهم مش قادرين يدفعوا، لان كان احد التحليلات بالنسبه لدخول مصر ان واحد قال ان هو لما عمرو بن العاص دخل مصر كانت 24 مليون نسمه. طب حسبتها ازاي 24 مليون نسمه؟ قال حسبها حلو قوي، قال مصر كانت بتورد 12 مليون دينار او درهم يعني لمصر للخلافه في المدينه، وكان قال ان اللي كان بيدفع هم الكبار في السن، يعني قصدي اسف الشباب اللي هم يعني يقدروا على العمل، الشيوخ ما بيدفعوش، الاطفال ما بيدفعوش، النساء ما بيدفعوش،
اللي عندهم عاهه ما بيدفعوش، اللي هم القاضيين على عمل بيدفعوا في السنه 2 دينار، فهو قدر الناس اللي بتشتغل ب 6 مليون بيدفعوا 12 مليون دينار، يبقى هم كانوا 6 مليون بيعملوا. طب لما 6 مليون بيعملوا يبقى الاطفال قد ايه والنساء قد ايه والعجائز قد ايه واللي عندهم عاهات قد ايه؟ فقال لك على الاقل 4 اضعاف هذا الرقم، وقدر مصر ساعتها ب 24 مليون نسمه. انا قصدي الشاهد في الموضوع ان انت بتدخل الدول بتجبر الناس على دخول الجزيه، وبعدين ان هم يدفعوهم اذله، وان هم يبقوا، وكمان حتى ما يسمى وثيقه عمر بن الخطاب اللي هم بيسموها، ان كان فيها اذلال اللي هم اصحاب الديانه المختلفه، لدرجه ان هو ايه يقول لك لو دخل عليك حد مسلم تستضيفه 3 ايام اجباري وتاكله وتشربه، يعني كان فيها درجه من درجات الاذلال ليه اللي هو على مش على نفس الديانه. فشيء طبيعي ان الناس عايزه تشتري نفسها او جزء منهم، ما اقدرش نعمم يعني، بيدخلوا في الاسلام. فهو هنا الشيخ الازهر بيقول ان بيقول ايه ان الدفع بس، وان لم يحدث قط ان قاتل المسلمون غيرهم اجبروهم على الدخول في دين الاسلام، لان الاسلام لا ينظر لغير المسلمين من منظور العداء والتوجس والصراع، بل من منظور الموده والاخوه الانسانيه. طبعا الكلام ده مش موجود حتى في مصر، يعني شوفوا الخطاب السلفي اللي في الصعيد حصل فيه ايه. ده مش هنقول لك مع المسيحيين، ده انا هنقول لك مع الشيعة. حسن شحاتة لما سحلوه، لما طلع شيخ سلفي حرض عليه، ولا كل شوية قرية مسيحية في قرية فيها مسيحيين في مصر او في صعيد مصر يتجمعوا في بيت يصلوا فيه، تروح اهل القرية كلها طلع حرق المكان، وربما يحرقوا بيوتهم زي ما حصل قريب من شهر او من شهرين في احد قرى الصعيد، وبيحدث كل فترة. ده في واحد مسلم مرة في عيد المسيحيين وقف على باب الكنيسة وقتله مثلا، فرق عليهم الآلي. مش هو ده الموضوع، الموضوع ان هذا الرجل سجن، كان في ناجح حمادي، سجن وبعدين مات في السجن بعد 10-15 سنة. لما طلعوا بيدفنوه القرى كلها طلعت في جنازته وكأنه بطل وشهيد. يعني ده في ايه الراجل اللي فتح الآلي على مسيحيين في عيدهم، يعني ناس مدنيين يعني غير مقاتلين. فانا قصدي لا، يعني هو الكلام اللي هو بيقوله ده ان احنا ننظر الى، يعني بعيدا عن الاسلام البيور اللي بيتكلم عنه الشيخ الازهر، انما الواقع مش كده. بيقول ان الاسلام لا ينظر لغير المسلمين منظور العداء والتوجس والصراع، بل من منظور الموده والاخوه الانسانيه. وهناك ايات صريحه في القران تنص على ان علاقه المسلمين بغيرهم من المسالمين لهم ايا كانت اديانهم او مذاهبهم هي علاقه الموده والبر والانصاف. على فكره في مش اقوال الفقهاء بيقولوا لا، ان الجزيه دي لاهل الكتاب، انما لو مش اهل الكتاب هم ما قدامهمش الاختيارين، يا يعني الاسلام يا القتل. طب انت لما تخيل واحد بين الاسلام والقتل اللي هو مش اهل كتاب يعني، طب ما هيقول لك طب ما نشتري حياتي يعني. واضاف ان الاسلام ليس هو الدين الذي عليه، خلي بالكم بقى من الحته دي، واضاف ان الاسلام ليس هو الدين الذي عليه ان يثبت انه دين حوار. يعني احنا منزهين عن الايه الشبهات، وان احنا ايه صفحتنا ناصعة البياض، وان محدش اقدر ايه يشكك فينا احنا، يعني ايه يعني سمعتنا براقة تاريخيا، وفي الحال احنا مش محتاجين احنا نثبت ان احنا دين حوار، وانه دين تكامل الحضارات وتلاقح الثقافات واحترام الاخرين. فهذه الحقائق يعرفها لهذا الدين من يؤمن به ومن لا يؤمن بها على السواء. عايز يقول ان الناس اللي حوالينا سواء من الاديان الاخرى محدش بيشك فينا قيد انملها، وان احنا يعني ايه سمعتنا براقه ما حصلتش. الكلام ده انا مش عارف امال داعش دي ايه، وذبح الصحفيين ايه، واللي شفناه في العشر سنين اللي فاتوا ايه، وقبل كده والتفجيرات اللي كانت بتحصل في اوروبا دي ايه. ده احد الافلام شفته، وده تقريبا واقع يعني، ان واحد راكب اتوبيس اظن كان فيلم هندي، وبعدين جاله على الموبايل ان ايه ان مراته خلفت يعني ورزقت بطفل او حاجه زي كده. فمن فرحته قال الله اكبر بصوت عالي وهو سواق الاتوبيس. بيقول لك بلا تردد الناس كلها راحت راميه نفسها على الارض. يبقى اذا الله اكبر دي معناها في قنبله، يعني اصبح كلمه الله اكبر دي مرتبطه بعنف، مرتبطه بتفجير، مرتبطه بحاجه من هذا القبيل. هو بيقول لك مفيش حد بيشك فينا من سواء من المؤمنين او غير المؤمنين، كل الناس عارفه ان الاسلام ايه سمعته ناصعه البياض. موضحا ان التاريخ قد شهد لحضاره هذا الدين انها كانت ولا زالت حضاره الاخوه الانسانيه والزماله الدينيه العالميه، وانها لم تكن ابدا مصدر شقاء الانسانيه، فلم تدق زرعا باخوه الاديان الاخرى، ولم يعرف عنها انها وقفت منها يوما موقف عداء معلن او خفي،
أو تجاوزت في نزاعاتها المسلحة مع غير المسلمين شريعة الحق أو شريعة الدفاع عن النفس والوطن. يا جماعة المفتوحات دي إيه؟ ده لما وصل طارق بن زياد للمغرب يعني هو مفيش بقى حاجة، راح معدي البحر الأندلس ومعمل له إيه؟ يعني مرضاش يروح إفريقيا عشان النساء هناك ربما سمر البشرة مع يعني ما لهمش سوق في البيع، راح معدي للبيض بتوع الأندلس. يعني أنا قصدي إيه؟ فين بقى إن في أي تهديد من أي نوع؟ ده بينك وبينهم بحر، راح معدي الأندلس وفتح ما يسمى فتح الأندلس. يعني إزاي يعني هذا الكلام يعني يعاني التاريخ، وإلا إن هو يعتذر زي ما طلبوا قبل كده، أظن سعد الهيلي طالب هذا الكلام، وأظن أحمد عبده ماهر طالب هذا الكلام. أنتوا شايفين لو جهاد الطلب ده مش من الإسلام تعتذروا، تعتذروا عما حدث في تاريخ المسلمين من تشويه للدين الإسلامي الحقيقي، وإن هم هاجموا الناس بدون وجه حق وبعيدا عن شريعة الإسلام. المفروض يقولوا ما حدش قال كده وما حدش اعتذر، مع العلم إن الشيخ قصدي للأسف البابا بتاع الكنيسة اعتذر عن التاريخ، اعتذر عن الصليبيين في ما يسمى الحروب الصليبية، اعتذر عن أعدائهم اليهود، اعتذر عن حتى أعدائهم للعلم والعلماء، وبيروحوا يحطوا ورود على قبر برونو. برونو اللي قال لهم الارض كرويه وان احنا مش مركز الكون وان احنا الارض بتدور حول الشمس وان الشمس هي مركز المجره، قتلوه والقوا قتلوه حيا، احرقوه حيا. جاليليو تراجع وقال لهم انشروا، لا يا جماعه انا غلطت غلطان، الارض مش كرويه، الارض مسطحه وكلامكم صح. برونو اصر حرقوه، فبيقدموا اعتذار. هو بابا الفاتيكان هو اللي حرقه؟ لا، ده من اربع خمس قرون من الزمن، بس باسم ايه؟ باسم المسيحيه. فقام اعتذر عما ارتكب باسم المسيحيه. انما هل الازهر اعتذر؟ هل حطوا حتى باقه ورود على قبر فرج فوده في تاريخ استشهاده في شهر، على فكره يونيو، كان في شهر 6 14 يونيو. المهم بيقول وان اكد الشيخ الازهر انه من الواجب على الشرقيين ان يشعروا برابط اكثر تقاربا وتالفا، وغالبا هو في الشرق ناحيه اندونيسيا، يعني في الشرق يعني يتواصلون بها مع الغرب، وان يتوقفوا عن اعتبار الحضاره الغربيه حضاره كلها شر وخروج على قيم الاديان والفضائل. وان كان في منتهى الروعه على فكره، ان حتى مع الغرب امريكا كسياسه ممكن ننتقدها وننتقد المعايير المزدوجه وننتقد ما اعرفش كذا، انما ما تقدرش تقول ان هذه الحضاره اللي صنعت هذا التقدم العلمي، وان احنا لما وقعنا في ازمه كورونا هم اللي عملوا مصر، واحنا كنا قاعدين مستنيينهم هم بيحضروا مصر، هم اللي حاربوا شر الاطفال، وهم اللي بيحاربوا الفقر في دول افريقيا، وهم اللي بيعتبروا ما يسمى حقوق الانسان وحقوق الحيوان دي منظومه. الساسه بقى بيرتكبوا حمقات، المخابرات بترتكب حمقات، ده موضوع تاني ما نقدرش نعمم ونلقي عليها الركام والتراب لان قادتها بيرتكبوا افعالا شريره، انما هي حضاره، لا حضاره انسانيه. وشفنا المظاهرات اللي بتخرج في امريكا وفي وسط نيويورك دفاعا عن غزه، يعني من مسيحيين ومن يهود ايضا، يعني انا قصدي فدي حضارة استطاعت انها تصنع الانسان قيمة عبر يعني قرون من المعاناة، مش ما وصلهاش بسهولة يعني. فبيقولوا دي احنا نتواصل مع الغرب، وان الحضارة الغربية مش كلها شر، وان نستبدل بهذه النظرة نظرة اخرى اكثر تفاؤلا تبدو فيها الحضارة الغربية حضارة انسانية، ان كان فيها بعض المسالب والنقائص فهي لا شك حضارة انقذت الانسانية ونقلتها الى افاق عالمية وتقنية. يعني اللي احنا بنتكلم عليه ده انتاج الحضارة الغربية يا جماعة، اليوتيوب اللي احنا بنتكلم عنه بس مباشر، وبيسمعنا ناس في امريكا وفي المغرب العربي، هم بيسموا المغرب العربي، المغرب يعني شرق غرب افريقيا وغيرها من دول العالم بيسمعونا. مين لا انتج هذه الحضاره والنت وما شابه ذلك؟ الحضاره الغربيه. ده في اخر على فكره 20 سنه بس، قبل كده ما كانش هذا الكلام متاح يعني. المهم بقول لك وان تستبدل هذه النظره نظره اخرى اكثر تفاؤلا، وان كان فيها بعض المسالب فهي لا شك حضاره انقذت الانسانيه ونقلتها الى افاق علميه وتقنيه لم تكن لتصل اليها طوال تاريخها الصحيح، لولا عكوف علماء الغرب على مصادر المعرفه الادبيه والتجريبيه والفنيه، على ان الشرق بيقول لديه ما يسد به الغرب ثقوبه الروحيه والدينيه ويدفع به عن حضارته عوامل التحلل والاندثار، والغرب لديه الكثير مما يقدمه للشرق لانتشاله من التخلف العلمي والتقلب الصناعي وغير ذلك. لو بنتكلم على الرقي الروحي، كان دكتور عمرو الشريف اللي هو بيواجه الالحاد في كتبه وعامل كتاب ابي ادم وغيره، فكان مره بيقول لي حاجه غريبه جدا. هو في مصر الجديده ومشترك في نادي هليوبلس، ونادي هليوبلس لمن لا يعرفه هو نادي الصفوه، يعني نادي صفوه الصفوه في مصر.
لدرجه انك معاك كارنيه نادي هيرلس ده في حد ذاته كارنيه مرور من اي كمين او ما شابه ذلك. فقال لي ان هم كلهم رجال اعمال وكلهم اصحاب بيزنس واصحاب مدارس انترناشونال ويعني صفه المجتمع. فبيقول لي ان هم سنويا اعتادوا ان هم يدعوا زعماء روحيين من الهند. وهذا احزنني جدا ان حتى عندنا الصوفيه فقدت بريقها. فبيجيبوا زعماء من الهند زعماء روحيين وبيخرجوا في رحلات في الخلاء وبيبدا يكلمهم هذا الرجل طبعا بالانجليزيه كلهم بيتكلموا انجليزي يعني ويجلس معهم جلسات صفاء ويوجا وما شابه ذلك وهذه ايه اللي ما يسمى العلاجات الروحيه الهنديه. فالمهم قال لي انا الموضوع خدني وسالتهم يعني سالت ناس راجعه من هذا الموضوع طب انت تاثرت اتغيرت؟ قال له اه قال له احنا علينا ستريس جامد في البيزنس والمال والشيكات وما شابه ذلك وبنبقى تحت ضغط كبير جدا على مدار العام. وقال احنا لو ما خدناش هذه الجرعه الروحيه من زعيم هندي زعيم روحي هندي قال له من 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 اكتئب واحيانا ما بنقدرش نوصل العمل. فدي رحله بالنسبه لي قال له ضروريه كل سنه. تخيلوا هو برضو احد اصدقائي من الاعلاميين مره قال لي ان هو بيحضر مع احد الجماعات الصوفيه المصريه وقال لي اغلب الناس اللي هو زي الفريق بتاعه او اللي بيقعدوا معاه في الجلسه بتاعته دي الذكر وال قال لي مش عايز يقول لك قال لي جنرالات ورجال اعمال ده في مصر بيتكلم عن مصر يعني معنى كان ان في زعماء روحيين مصريين ولكن بقول لك الناس اللي هم الصفه دول بيجيبوا زعماء روحيين هنديين. فهو اذا كان عندنا الحياه الروحيه ربما في الشرق ولكن ربما كمان الشرق الاوسط ربما الشرق الاقصى اللي هو الهند حتى دي تفوق علينا فيها. واختتم لعل الخطوه التي خطوناها سويا انا واخي البابا فرانسيس هي فعلا كانت خطوه مهمه اظن اخذوها في 2003 كده في بدايه القرن 21 وربما لاول مره في تاريخ العلاقات الاسلاميه المسيحيه واثمرت وثيقه الاخوه الانسانيه التي يعرفها العالم اليوم من اقصى الى اقصى واعتمدت الامم المتحده يوم اعلانها في الرابع من فبراير يوما دوليا للاخوه الانسانيه. انا عايز اسال هل في اول فبراير خطباء المساجد بيحتفوا بالاخوه الانسانيه اللي عملها البابا مع فرانسيس؟ انا ما سمعتش خطيب مسجد يتكلم عنها. اللي هو بيقول لك اعتمدت الامم يوم اعلانها يوما دوليا للاخوه الانسانيه. لعل هذه الخطوه تسهم قليلا او كثيرا في ازاله الجليد المتراكم من سوء الفهم والتوتر والتباعد، طبعا هو اتعلم في فرنسا جزء من تعليمه كان فرنسا اللي هو الامام احمد طيب يعني. والتباعد بين اتباع المذاهب والاديان. بس اللي انا فهمته انها كانت دبلومه مش الـ مش الـ مش مش عارف. يعني مش المهم عارف. بس انت عارف ان هو خريج سربوني. هو حضر فعلا في فرنسا جزء من تعليمه. المهم قال لك ايه بين اتباع المذاهب والاديان في الشرق كما في الغرب وبخاصه في اوقات الحروب والازمات لافتا ان مثل هذه اللقاءات سوف تؤتي ثمارها المرجوه ان شاء الله اذا ما خلصت النيات. وقال لك من جانبهم اعرب قاده الاديان والمذيع عن ترحيبهم الكبير بفضيله الشيخ الازهر ورحب يقول مش عارف ايه كلام من ده ويعني وكل الناس يعني اشادت بكلمه ايه شيخ الازهر. الشاهد في الموضوع ايه؟ انا عايز اجيب الاستريم. شايف الموضوع ايه في هذا الامر؟ ان قال نفس الكلام ده في المانيا. انا نفسي هذه الرساله تبقى رساله الازهر. انما كتب الازهر حتى لما جم ينقحوها شالوا منها الناس الحاجات الفجه اللي الناس اتكلمت عليها. انما الامام احمد الطيب يعني الامام الشيخ طنطاوي عليها رحمه الله كان لغى المذاهب. لغى المذاهب في الازهر الشريف اللي هو كان بيجبروا الولاد بتوع الازهر من هم صغيرين ان هو يختار مذهب. وحتى ما كانش فيه الحنبلي. كان الاول بيختار يا شافعي يا مالكي. لان مصر كلها كانت شوافع ومالكيه، كان مش عارف الصعيد مالكيين وبتوع بحري شوافع. لما جت الاحتلال العثماني او هم بيسموه الفتح العثماني او الخلافه العثمانيه ايا كان المسمى، كانوا هم هناك معتمدين المذهب الحنفي. فلما جت الدوله العثمانيه اجبرت الشيوخ ان هم يشتغلوا بالمذهب الايه؟ الحنفي. ومنذ هذه اللحظة لو انت تفتكر في دايما في الجواز يقول لك وعلى مذهب ايه؟ ابي حنيفة الحنفية. ده هو التزام بان احنا تابعين للدولة العثمانية. ان هي اللي كانت بتستخدم منهج الايه؟ الحنفي. طب ما احنا عندنا شوافع ملكية. لا انت الدولة بقت حنفية خلاص. واجبروا حتى ما يسمى القضاة الشرعيين ان هم يشتغلوا بالمذهب الحنفي لو ان هم مش حافظينه. هو دارس طول عمره مالكي او دارس طول عمره ايه؟ شافعي. جه الطنطاوي لغى فكره المذاهب دي، رجعها تاني الامام الطيب. حتى اول ما رجع رجعها. حتى ما يسمى هيئه كبار العلماء. هيئه كبار العلماء عبد الناصر لغاها بقانون سنه 61
سنة 61 هو كان في مجلسين صح ولا ايه؟ كان في مجلسين لهيئة كبار العلماء. لا لا هو كانت هيئة كبار العلماء بس، فراح هو لغاها وراح عمل بدلها حاجة اسمها مجمع البحوث الإسلامية، ودوره اللي هو موكل إليه وبياخد مرتبات عليه هو تنقية وتنقيح التراث الإسلامي من الشوائب اللي موجودة فيه. الكلام ده من سنة 61، عدى عليه كم سنة؟ 63 سنة. هل وبياخدوا مرتبات مجمع البحوث الإسلامية على هذا الدور؟ المفروض يجتمعوا بشكل أسبوعي وينقحوا الكتب ويناقشوها ويعملوا لجان ومشا، ولا حاجة، ولا نقحوا أي حاجة. وراح جاي شيخ الأزهر مرجع تاني هيئة كبار العلماء، حتى إن هم لما حبوا يكفروا فرج فودة، ولو قالوا مجمع البحوث الإسلامية يكفر وده أصلا حاجة حكومية، راحوا عاملين حاجة كده اسمها لجنة كبار العلماء. أيوة، راحوا منزلين تكفير لفرج فود، لان ما كانش في هيئه اسمها هيئه كبار العلماء. راحوا عاملين حاجه اسمها لجنه كبار العلماء، وهم اللي كفروا فرج ايه؟ فرج فود، وتم قتله بناء على هذه الايه؟ الفتوى. الشاهد في الموضوع اللي مهم جدا عايز اقوله، ان فكره ان انت قدامك اديان مختلفه بيجبرك على حوار مختلف. ولذلك انا نصحتهم، وقلت في اكثر من فيديو، يا جماعه الغوا التعليم ما قبل الجامعي في الازهر، وخلوا كله تعليم عام، وخلوا جامعة الأزهر مفتوحة كدراسات لاهوتية. بالظبط، يدرسها بقى البوذي، يدرسها الهندوسي، هو هناك عندهم حاجة اسمها المستشرقين. ليه في الغرب المستشرقين دول؟ في ألمانيا دورهم باحثين خرجوا وخدوا لسانس وبيحضروا دبلومات دراسة الشرق، الشرق بقى الأقصى والشرق الأدنى، وكلهم بيحضروا رسالتهم في هذا الأمر. وعشان ياخد رساله الدكتوراه لازم يقعد سنتين في بلد من البدايه. انا كنت في اليمن في وقت من الاوقات، كان عايش يعني. انا كنت في اليمن في فتره من بدايه حياتي العمليه، فكنت في اليمن في احد الجبال، كان معانا واحد امريكي وبيقعد يخزن مع اليمنيين وبتاع، وبعد سالت اليمني دول ايه ده؟ قال لي ده امريكي بيحضر في الدراسات الشرقيه، وهو لازم عشان ياخد الرساله يقعد سنتين مع الشعب ويشاركه ثقافته ويتعايش معاه ويتعلم اللغة ويكتب ايه دراسة عن ايه عن رحلته على مدار سنتين كاملين. وصديقي احمد فهمي عبد السلام اللي هو في المانيا حاليا، وهو كان خريج الالسن في مصر وراح المانيا وتزوج من المانية، وبعدين درس الدراسات الشرقية في المعاهد بتاعتهم دي، وهو حاليا في المانيا رئيس حاجة كبيرة كده يعني، هو خد بروفيسور طبعا، وبيدرس لما يسمى الشيوخ فيما يسمى اصول الدين وخلافه، وهو بيحضر رساله الدكتوراه بيتعامل معاك راجل غربي بقى، قعد سنتين في السودان، قعد سنتين في السودان وهو بيحضر الرساله بتاعته، يدرس شعب السودان وثقافته وثقافته الدينيه وما شابه ذلك. دول بيدرسوا الايه؟ الغربيين بيدرسوا الشرق. وحتى مره حسن حنفي قال احنا عايزين يبقى عندنا مستغربين، يعني اللي هم يدرسوا الغرب طبعا. بقى طيب طبعا. دلوقتي احنا لو يعني هيدرس لاهوت الدين، وبدل ما هم العلماء الالمان دول يدرسوا على ايد المان مش مؤمنين اصلا، ما هو مش دايما كان الاخوان يقول لك ايه؟ اسمع منا ولا تسمع عنا. كان عندهم كده شعار يقول لك اسمع منا ولا تسمع عنا، ما تسمعش حد يقول علينا ايه، اسمع مننا احنا، اسمع احنا بنقول ايه. طيب بدل انت كاسلام عايز الناس تسمعك انت كاسلام، ما تسمعش الغرب بيقول عليك ايه، اللي هو الدكتور الالماني هيقول عليك ايه، اللي هو مسيحي او ملحد او ما شابه ذلك، ما تجيبه يسمع منك. قصدي ايه؟ قصدي يبقى المع دي دراسه لاهوتيه دينيه اسلاميه، يجي فيها هندوسي، يجي فيها بوذي، يجي فيها واحد ملحد، يجي فيها واحد كذا كذا كذا. دكتور الازهر لازم هيغير خطابه، مش هيقول لهم النص الديني بيقول ولا الحديث بيقول، هيحاول يقنعهم بالايه؟ بالعقل، هيغير منهجه، لان هيطلع له واحد هندوسي يقول له كلام انت بتقوله ده كلام يعني ضد العقل وضد المنطق وعلائي. يبقى دراسات لاهوتيه اسلاميه وتكون مفتوحه لكل الناس. خلي بالك المدرس اللغه العربيه في مصر يخش الحصه يقول لهم، طبعا الحصه الديني هو واثق ان قدامه كلهم مسلمين، انما الحصه العربي يروح سائلهم في حد مسيحي هنا؟ يقولوا لا، ده يقصد حصه الدين بقى انت عكست كده. لا لا لا، محصل الدين هو واثق اللي قدام مسلمين، المسيحيين بياخدوهم يودوهم الحوش او يودوهم بياخدوهم الاول يعني او يودوهم المعمل عند مدرس دين مسيحي او ما شابه ذلك، او اي مدرس مسيحي يدرس لهم دين مسيحي، فاللي بيبعث محصل الدين مسلمين.
انما هو فحص العربي وعايز بقى ايه يديها يفتح في المجال. وفي نصوص دينيه وكده، فبيسال في حد يا جماعه مسيحي؟ حد ما فيش حد مسيحي، يبدا بقى يقول خزعبلات، وان هو قسيس مش عارف بيعمل قرص ايه، وان هم بيبوسوا بعض مش عارف في راس السنه، وان هم اولاد لذينه، وان هو اوعى تخش الكنيسه، وان هم نجسين وما تاكلش اكلهم وما تشربش شربهم. بالطم بقى يبدا يقول خزعبلات عن الديانه الاخرى، ممكن يحرض على الكراهيه، وان هم لابسين اسود عشان الاسلام لما يدخل يلبسوا ابيض، وان هم بيكرهونا، وان هم بتاع. فيفاجئ يعني الاربعه خمسه المسيحيين بعد حصه الدين وهم داخلين الحصه بقى الفصل بتاع، عشان في حصه كيمياء بعد كده، كل المسلمين بينظروا لهم بقى نظره ايه؟ كراهيه كده وحقد. يخرب بيت كده، يخرب بيت الكفره والمشركين. لو انت شفت فيلم لا مؤاخذه، فيلم عبقري المخرج الشاب كان اسمه ايه؟ شفت الفيلم ده بتاع لا مؤاخذه؟ انا زي ما كنت شفته، بس فيلم حلو. انا بنصح بنصح متابعيك ان هم يشوفوه، فيلم مهم جدا. كان واحد في مدرسه انترناشونال، وبعدين راح مدرسه حكومه، فما كانش يعرف ان اسمه ان هو مسيحي، لان اسمه هاني مش عارف شكري حاجه كده، اسم عادي يعني. فلما عرف بقى انه مسيحي، ده عظمه زرقاء، وده مش عارف ايه، وده اربعه ريشه، وده وبداوا يتنمروا عليه وكلام من هذا القبيل. المهم فانت بتعبئ الناس بكراهيه جوه المجتمع المسلم. فلما قصدي يبقى الازهر دراسه لاهوتيه، قلت لهم على فكره هو طبعا في قرار جديد اتعمل من يومين كده، ما اعرفش مدى يعني ايه النوايا اللي فيه. المهم ان هم فوضوا رئيس الجمهوريه، فوض مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في سبع حاجات او ثمانيه. الشاهد في الموضوع ان من ضمنها شؤون الازهر، واستثنى منها شيخ الازهر عشان ما حصلش قلق. فهل هو مش عايز؟ لان انا طلبت قبل كده كتير ان هو توحيد التعليم ما قبل الجميع، لان على فكره مدارس، خلي بالك معايا، مدارس الازهر ما يسمى المعاهد الازهريه، كانوا ست معاهد قبل السادات، حاليا 10,000 معهد. خلي بالك بقى ال 10,000 معهد دول فيهم كام طالب؟ فيهم 2 مليون طالب او 1.8 مليون. طيب ال 40,000 مدرسه، هو مصر 60,000 مدرسه، بس هم 40,000 مبنى، اللي فيه ده الصبح وظهر، فيهم كام؟ 25 مليون. فيهم 25 مليون. الازهر 10,000 فيهم 2 مليون. تمام. 10,000 واخدين 200، وال 40,000 واخدين 25 مليون. مظبوط كده. يعني مفيش نسبة وتناسب. وفصول الازهر 20 و25. وبعدين لما الطب والصيدلة والحاجات دي بقت في الازهر غالية، بقت 95 و96 زيها زي التعليم العام. بدأت الناس تهاجر هجرة عكسية من الازهر للعام. ما هو بدأ الطب هنا غالي وهنا غالي، فانا ارفع عن نفسي عبء حفظ القرآن والكتب الدينية وما شابه ذلك. فلما لقوا هجرة عكسية كبيرة جدا، راحوا محجبينها، وان النقل يكون من ثالثة اعدادي او من ثالثة ثانوي، يعني حجبوا الايه النقل العكسي من الازهر. هم لو فتحوا النقل العكسي مش هيبقى فيه ازهر اصلا. بمنتهى البساطة يعني. موضوع الازهر حكاية التعليم دي يعني الامر كارثي. اولا يعني مناهج مختلفه وتكلفه حتى على الدوله، ومش عارف مسيحي، خلي بالك معايا، ومعهوش طبعا على مدار تعليمه كله، ومعهوش طبعا بنات برضه، فعنده مشاكل يعني جنسيه وما شابه ذلك. يعني قصدي عنده اول حاجه كبت جنسي، وعنده كراهيه للمسيحيين، وعنده مشاكل كتير جدا. وبعدين ايه دلوقتي كمان اي مثلا حد عاوز يعمل فيزا او حاجه ويدخل وايه يقدر يروح للازهر يعمل اعدادي، هو عنده 30 سنه و39 سنه، ويجيب عائلته، يعني هم بيدوروا طبعا عشان عايزين يقعدوا كده. لا الازهر قلق. قلق. المهم انا قصدي ايه شايف الموضوع ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. لو الازهر انا مره كنت مع احد شيوخ الازهر، قلت لهم انتوا ارتكبتوا خطيئه في حق الازهر. قال لي خطيئه مش خطا؟ قلت له خطيئه. الله يمسيه بالخير بقى من الناس المتنورين يعني او متسامحين، دكتور عبد الله النجار. كنا في حلقه في قناه الناس. الجيل بتاعي ده انا طبعا كبير شويه، انا في العقد، انا قلت مره انا في العقد السادس، فالناس فكرتني حاجه و60 سنه، لا انا 55 سنه. العقد السادس معانا 50 ل 60 يعني. المهم أيوه. الجيل بتاعي ده لما دخلنا السبعينات واموال البترول تدفقت على الحكومه المصريه بكثافه، فكانت داخله ليه؟ تبني معاهد ازهريه. فاتبنى عشرات المعاهد، مئات المعاهد. اصبح في مشكله في المباني، ومشكله في المدرسين، ومشكله في الطلبه. وانا عاصرت هذا الكلام في مدينه البحيره.
بالنسبة للمباني أجروا عمارات. المدرسة اللي كنت فيها ما كانتش مدرسة، كان بيت كده لأحد الأثرياء القدامى، وكان متأمم ومتباع، فكان قصري، كان بيت قصري كده، كان هو ده المدرسة. وكان لما ده كان يحصل فيه صيانة كنا نروح لمكان تاني عمارة، عبارة عن عمارة وأوض. فأجروا مباني عادية مش مباني مدارس. النقطة الثانية، جابوا النطيحة والمتردية من المدرسين، يعني مش متخصصين، مش دبلوم معلمين، دبلوم معلمين كلهم كانوا بيروحوا التعليم العام، فيجيبوا اي دبلوم تجاره، اي دبلوم زراعه، يشغلوا مدرس داخل الازهر. تمام كده؟ ما عدا الشيوخ اللي هم الحفاظ بيجيبوا من واخدين عالميه، واخدين حاجه من الازهر. انما اللي بيدرسوا حساب وعربي وعلوم ودراسات بيجيبوا اي دبلومات ويدرسوا. قابلتهم مشكله الطلب، يجيبوا طلبه منين؟ اما اول حاجه عملوا حوافز ماليه، احيانا يدوا فلوس ويدوا معونات ويدوا وجبه غذاء وحاجات من هذا، ويدوا ساعات اقمشه وساعات لحوم في العيد وحاجات من هذا القبيل، حوافز ماديه. وراهم عاملين حاجه ثانيه، هم عايزين يكملوا المراحل. فالولاد اللي هم في اعداديه كان ملحق، كان ناجح على الحروخروخ، ما جابش مجموع الثانوي العام، فالبديل ان هو يخش دبلوم زراعه. فقال لك لا، تعالى عندنا الازهر، هندخلك ثانوي ازهري وتكمل جامعه. طبعا انا وانت عارفين يعني ايه سقط اعداديه. يعني اعداديه، سقط اعدادي معناها بمعنى اصح ضعيف في الاملاء، ما بيعرفش يقرا ويكتب بمعنى اصح. فدول اصبح دخل الازهر. نيجي بقى المشكله تانية، يعني خدوا الناس، مش عايزين نقول يعني فشله، الاقل قدره على التحصيل، الاقل قدره على التحصيل. زميله جاب 270 و 280 260، شاطر في الرياضه، شاطر في العلوم، شاطر كذا، وهو البريد بتاع الفصل ده، ما عرفش يخش الثانوي العام وهيخش دبلوم تجاره، لا هيخش الازهر. كويس كده؟ دي اول خطيئه. الخطيئه الثانيه ان الازهر التعليم العام فيه فلتر، فيه فرز. الفرز ده في ثالثه اعدادي، نص الدفعه بيخش دبلومات، والنص الشاطرين شويه بيخشوا الثانوي العام. كويس؟ وحتى في الثانوي برضه بيحصل فلتر ثاني. عند الثانوي العام بيحصل فلتر ثاني او فرز ثاني. في ناس بتخش معاها سنتين اللي هو بالظبط كده، وفي معاها 4 سنين اللي هو خدمه اجتماعيه وما شاء الله، وبعد كده في بيخش جامعه. كويس كده؟ مظبوط. فما عندوش فرز اول وما عندوش فرز تاني، وخد ناس الاقل تحصيلا في الاعداديه. طيب جينا بقى في ثانويه عامه، عنده فرز ايه بناء على المجموع؟ عنده طب وهندسه ولغات وكذا 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 وكذا. طيب اللي جاب 50% ده، اللي سقطت اعداديه سنتين ثلاثه وسقط ثانويه عامه سنتين ثلاثه وما عندهمش، فمش هيدخل اي ايه اللي هيقابله؟ ايه اللي 50% في الازهر خش على التنسيق شوفوه بتاع الازهر؟ دراسات اسلاميه واصول دين، دراسات اسلاميه واصول دين. يعني اللي سقط اعداديه 3 سنين وسقط ثانويه عامه 3 4 سنين وفي الاخر نجح على الحروف، ما قدرش يخش اي حاجه، يقوم طلع شيخ، يقوم طلع شيخ. يا جماعه ليه طلع؟ طبعا خلي بالك معايا، الا ما رحم ربك، عنده مشكله نفسيه. هو كان فاشل، كان البريد بتاع الفصل، هو كان النوتي بتاع الفصل، هو كان بيتذنب في الفصل، هو كان بيتضرب بالخرزانه من الشيخ طول عمره. فجاه يلاقي نفسه على المنبر، على المنبر وتحتيه دكاتره جامعه وناس معاها دكتوراهات وناس مهندسين وناس اطباء، ومش كده وبس، ويجي له بعد صلاه الجمعه يقول له يا مولانا مراتي نرفزتني وانا رحت احلف عليها بالطلاق، طب يقع ولا ما يقعش؟ ويقعد بقى يتنطع الشيخ ويقول له قال مش عارف مين وقال مين وبتاع وكلامين. يبقى هو اللي عنده بدون تعميم، طبعا بدون تعميم، عنده مشاكل او جزء منهم عنده مشاكل نفسيه، بيعتلي المنبر ويتحكم في صفوه المجتمع. بقى صفوه المجتمع. يعني انا اللي كنت بتذنب في الفصل وبتضرب بالخرزانه وانت كنت الشاطر، انت جاي تسالني دلوقتي تستفتيني وانا اللي بفتيك وانا عالم الدين ومحدش يتكلم في الدين غيرنا، ومحدش يتكلم في الدين غيرنا. انا قلت لهم على فكره الازهر لما ياخذ هذه الخطوه، الخطيئه الثانيه، حبوا ينظفوا الازهر شويه. جم في الجيل بتاعي في اواخر الثمانينات كده، عملوا ايه؟ ما هو حاسين الطلبه كلهم يعني بتوع الاصول الدين والشريعه والقانون فاشلين جدا. يعني بيخش الدكتور الجامعه يقول لهم يا جماعه العيال دي هندرس لهم ازاي؟ ده العيال دي ابيض. طب نعمل ايه؟ عايزين ننظف يعني شويه دفعه، يعني نطقها شويه. فعملوا ايه؟ اتاح لخريجين الجامعات المصريه من هندسه وتجاره وحقوق وطب
ان هم يقدموا في ايه؟ ما يروحش وقت بالازهر، لا يجي اصول دين ودراسات اسلاميه واشعه وقانون. طيب. دراسه اضافيه. مين اللي خريج طب هيروح يدرس اصول دين؟ مين اللي خريج هندسه هيروح يدرس دراسات اسلاميه؟ مين اللي خريج تجاره وشغال في بنك يروح يدرس مش عارف ايه؟ مين؟ مؤدلجين كلهم اخوان مسلمين وسلفيين. وانا اعرف ناس اللي تقدموا لهذه الدراسات وعيال اصلا متفوقه. واد كان في طب اصلا جاب 99%. فكل اللي كان في طب وهندسه ده الموضوع ده كان موضه على فكره سامح بيه. استنى بس. طيب لما هو يخش اصول دين مع ناس ساقطين اعداديه وساقطين ثانويه عامه وساقطين مش عارف مين، مين اللي هيطلع الاول؟ مين اللي هو المؤدلج ده بتاع الاخواني ولا السلف؟ مين اللي هيبقى في الجامعه؟ مين اللي هيبقى دكتور في الجامعه؟ كلهم اخوان سلفيين. احد رجال هيئة كبار العلماء قال لي في عميد طلع على المعاش، عميد احد الكليات الاسلامية، قال لي قعدنا ندور وندعبس على واحد ملوش ميول وهوى اخواني مش لاقيه. ما هو عايز حد برضو خد دكتوراه ويعني تمام ومعاه خبرة ومعاه بتاع. فبيبصوا على كل الناس اللي هم واخدين دكتوراهات وبقاله خبرة مثلا 10 سنين او 5 سنين استاذ او كلام من ده كلهم اخوان. ليه؟ ما هم دول بتوع تجاره وهندسه. وعلى فكره الشيخ علي جمعه مع تقديرنا واحترامنا ليه، هو كان من الناس دي، كان خريج تجاره، مش قصدي انه اخواني يعني، قصدي كان خريج تجاره وراح مقدم في اظن اصول دين او حاجه زي كده وتفوق وبقى دكتور في الجامعه. لانه اصلا كويس يعني، هو اصلا مستواه كويس، تعليمه كويس او قدرته التحصيليه اعلى من الناس التانيين. فالخطيئه الثانيه دي خلت كل دكاتره الازهر مؤدلجين سواء سلفيه او اخوان. ولذلك اسالهم بيدرسوا تفسير ايه؟ ظلال القرآن. بيدرسوا مش عارف السيرة ايه، المنهج الحركي بتاع من الغد، يخرب بيت كده كتب إخوانية كلها يدرسوا طب الأزهر. فدكاترة الأزهر بهذا الشكل. وعلى فكرة في حوار تلفزيوني شهير في عصر الإخوان، الإمام أحمد الطيب استقبل مرشد الإخوان محمد بديع في هذا التوقيت أظن 2011 أو 2012 ده أو كمان تقريبا في 2010 استقبله. والله المهم بس هو يعني في عهد الاخوان اكثر استقبلوا هذا الاستقبال، وقال له مداعبا وقال له مداعبا انتوا نص اولادكم عندنا. بعد ما تقلد الحكم مرش قال له مداعبا انتوا نص اولادكم الاخوان عندنا في الازهر. لان هو اصلا كان توصيه داخل اروقه الاخوان المسلمين ان يدخلوا عيالهم الايديولوجيين وعيالهم البيولوجيين ازهر. ايه الفرق بين الايديولوجيين والبيولوجيين؟ البيولوجي اللي هو ابنه راجل اخ اخواني اتجوز اخت اخوانيه خلفوا عيال اخوان صغيرين فبيدخلوهم الازهر. كويس؟ او الايديولوجيين انت مثلا حد ايه متبنيه وهو صغير كده تقول له حول ازهر يعني معاك في الاخوان وكلام من ده، اللي هو إيه ابنك الايديولوجي مش ابنك البيولوجي. تلميذ ومقرب منك فانت تقول له تقول لابوه او تنصح ابوه تقول له ايه خليه يخش الازهر يتعلم قران ويحفظ قران ويبقى كويس وكلام من ده. فانت دخلت العيله كلهم الاخوان ليه بقى؟ لان كان بيطلع الشيخ المهندس زي او زي عمرو خالد كده، وكان عندنا ناس عندكم كان في برضه يعني المهم يعني في كل محافظات كان في ناس ايه متحدثين لابقين كده زي عمرو خالد كده، يبقى مهندس او طبيب فيبدا يبقى ليه جمهور مستمعين كتار. يغير منه ايه؟ يغير منه الشيخ الازهر اللي هو يجي يعمل الدرس بتاعه يحضر له 10 ويجي الزعيم الاخواني يحضر له 2000 فيبدا يحصل غيره. فقال لك نحل مشكله ويبقى الناس ده هو المهندس ده هو الشيخ الرسمي هو خد خلاص اصول دين وتعين في الازهر او خد او كان بياخده معهد بتاع العجوزه ده وفي معهد زي في اسكندريه معهد سنتين كده اسمه برده تبع الازهر اسمه معهد دعاء خير الدعاء. كل دول متخرجين منه خدوا سنتين بتوع معهد الدعاء دول يعني ما دخلش اصول دين وما دخلش دراسات اسلاميه لاربع سنين، دخل معهد الدعاء اللي هو سنتين. كل الاخوان خدوه ليه؟ لان ده بيديله رخصه زي الشيخ برهان وغيره انه يطلع رخصه رسميه بالخطابه الرسمي. تمام. انه خريج معهد الدعاء الازهري. لان المنهج ده بتدرسه الازهر اصلا. فانا قصدي انا قلت مره نصحت الحكومه يعني قلت لهم لو الدوله ما عملتش كده، قصدي لو الازهر ما عملتش كده يعملوا في كليه اداب تخصص لاهوت، قسم لاهوت دي. ويقولوا ان اول 4-5 دفعات هيتعينوا في مراكز بحثيه. وقلت ان اللاهوت الديني دول يدرسوا في سنه اولى كليه كذا ديانه، لاهوت مسيحي، لاهوت يهودي،
لاهوت هندوسي، لاهوت بوذي، لاهوت اسلامي، وبعد كده يتخصص، وبعد كده يتخصص في اي لاهوت هو عايزه. ومفيش بقى اختيار، انا ممكن انا واحد هندي اتخصص في اللاهوت الاسلامي، انا مبعوث من الهند عشان ادرس كده. تمام. المهم الطلبه دول اول حاجه في البريك هيقعد مع مين؟ مع ناس ملحده، مع ناس بوذيه، مع ناس هندوسيه، مع ناس مسيحيه، مع ناس يهوديه، وهيتناقشوا في المحاضره اللي كان بيتكلم عن اللاهوت الهندوسي او اللاهوت البوذي او اللاهوت الاسلامي او اللاهوت المسيحي. البريك بتاعهم هيبقى فيه نقاش وعصف ذهني. اول حاجه هيخلق تسامح، هيحترموا الاديان الاخرى، مش بقى يقول لك ده عباد البقر ومش عباد البقر. انا ابني وهو بيلعبوا جيمز على النت، طبعا في عولمه، طبعا في عولمه، فبيتخانقوا ساعات على الجيمز. فلما لقى واحد معاه هندي فايه راح شتمه، قال له يا بتعبدوا البقر ومش بتعبدوا البقر وكلام من هذا القبيل. فراح رد عليه الهندي قال له على فكره احنا ما بنعبدش بقر، احنا بنعبد ربنا، بس البقره دي فيها شيء من روح الله، فيها قداسه يعني، فان احنا ما بنعبدهاش، فبس نحترمها لانها فيها شيء من روح الله، يدينا اللبن وتدينا الجبنه وتدينا الزبده وهكذا. قال له طب وبعدين ما انتوا تلفوا حوالين بتاعه مربعه كده حجر، وبتروحوا ترموا بتاعها بالطوب، ومش عارف بتبوسوا حجر ايه وبتعملوا ايه، هو انتوا بتعبدوا الكعبه؟ فقالوا لا احنا ما بنعبدش الكعبه، بس ده مش عارف ايه، والحجر ده من الجنه، ومش عارف ده الشيطان. فعايز يقول له ما انتوا عندكم طقوس برضو فيها درجه من درجات الوثنيه يعني كده، يعني رد عليه كده. فالعولمه دي بتلخبط الناس، بيطلع جيل جديد. فانا ده اللي انا عايز اقوله، انت هتقعد مع واحد هندوسي وهتدرس درس بيدرسه واحد هندي، حاخام هندي او زعيم معبد هندي، وهتدرس الاسلام برضو من واحد اسلامي، وهكذا هيحصل عندك تنوع ثقافي. واللي بيشرح لاهوت اسلامي هيضطر يغير من طريقته. مش كمان لما زي ما انت بتقول هتدي له فرصه بعد ما يتخرج، فده هيعمل عمليه جذب للشباب اللي هم حابين يعني ان هم يتخصصوا. ده انه ده مكان افضل طبعا. بالظبط. وانا قلت لهم لو الازهر ما اتحركش التحرك ده يبقى ايه البديل، يعملوا في كليه الاداب وتعينوا فرقه بحثيه. انت محتاج تدرس الاخر، احنا محتاجين ندرس الاخر، احنا بندرس نفسنا بس. حتى بيبقى فيهم انا يعني ما تعمقتش في الدراسه الهندوسيه، ما تعمقتش في البوذيه، ما تعمقتش حتى في المسيحيه بشكل كبير. قريت العهد القديم والجديد وكلام من ده، بس ما عنديش احسن. انما لو في دكتور وفي نقاش وفي سيمينار وفي حلقه نقاشيه وفي بتاع واسئله وحوار، بيحصل عصف ذهني، بيحصل عصف ذهني مهم، وبيحصل تسامح، تسامح اجباري، انت بتتعامل مع الاخر. خلي بالك المسلمين اللي بيروحوا الغرب نوعين، نوع بيتحجم عليه ومع المركز الاسلامي ومع المسلمين وفي حي فيه كله مسلمين، بيطلع متطرف من هناك، وفي واحد بيندمج في المجتمع الغربي وبيتعامل مع المجتمع العادي واصدقائه مسيحيين، وممكن يصدق واحده مسيحيه ويصدق واحده كذا وكلام من هذا القبيل. فما يعني مع الوقت بيتغير، لان هو بيحس الناس مش هم زي ما بيقولوا عليهم في التجمعات الدينيه ان الناس كلها وحشه واحنا بس الحلوين، او احنا شعب الله المختار، او احنا خير امه اخرجت للناس بالمعنى الضيق لفهم الايه. ان ممكن خير امه اخرجت للناس من وجهه نظر الشخصيه هو العصر بتاعنا كله. العصر بتاعنا اللي فيه تطور وفيه تقدم وفيه حضاره وفيه هيبقى فيه انسانيه عالميه وفيه اخوه انسانيه، يبقى خير امه اخرجت للناس زمنيا، مش خاصه بالمسلمين. مش خاصه بالمسلمين. يعني في تفسير اوسع لهذا الايه؟ لهذا المصطلح. مصطلح اللي حصل فيه عولمه وحصل فيه تعدد ثقافات وتعدد حضارات واختلاط حضارات، عمل يعني كتشنه وغربله وضربنا في الخلاط زي ما بيقولوا. فده غير المجتمع المغلق بتاع القبيله وبتاع البدو وبتاع كذا وبتاع كذا وبتاع كذا. فخير امه اخرجت للناس اللي هو الانفتاح على الاخر، الانفتاح على العالم الاخر والاحتكاك به وخلق ثقافات وحضارات مختلفه. يعني انا قصدي ايه؟ فلازم زي ما قلنا، لان انا مش متفائل بدكاتره بهذا الشكل وازهر مغلق بهذا الشكل وطلبه بهذا الشكل يطلعوا ياثروا. وانا قناعتي ان اسامه الازهري مش عارف يحرك كثير في هذه المنظومه اللي زي ما قلنا بيخش فيها هم اللي بيفرمطوه، لان المحبوب ملهاش حل غير اللي انت قلته. بامانه ملهاش حل غير اللي انت قلته، اللي هو الغاء التعليم اللي هو ما قبل الجامعي، ويبقى مجرد ان هو مجمع لاهوت، دراسات لاهوتيه، ويبقى الناس تقدر تخش من كل الاديان وكل الثقافات، ويقدروا يبقى في يعني مختلفين، مش لون واحد. الدكتور هيتعب على فكره،
الدكتور هيتعب نفسه، هيذاكر، هيضطر يذاكر، لانه هو عايز يفتحهم بالعقل باللاهوت بتاعه. ده غير انه مش بالنص، ده غير انه اصلا اللي هيدخل الجامعه دي هو هيكون برضو يعني حصل له الفلتر بتاع التعليم العام اللي هو المره واثنين، وهل هو قادر على الاستكمال والتحصيل ولا لا؟ عكس الاخر يعني. لحظه، انا مفتوح على 50 جامعه، هقول لهم لا انا مش واخد الا 95%. هتفضل تنقي مجموعه محترم، وهتلاقي ناس تجي لك مش لازم من مصر، من اقطار مختلفه جاي يدرس شرق. هو مبعوث من ممكن يكون واخد بعثه من جامعته في المانيا او بعثه من جامعته في الهند على حساب الدوله لدراسه يدرس الاسلام او اللاهوت الاسلامي جوه مصر وتعلم اللغه العربيه. ما هم عايزين يتعلموا اللغه صح. فده الحل الوحيد، ان هيفرمط الناس. وبعدين خلي بالك مشكله بتاع الازهر ايه؟ ايه يا ابني، هو انا بقول ده القران اللي بيقول، يروح داخل في عينك في وشك كده ويقول ده القران اللي بيقول. ودي قالها عباس شومان مره على المنبر، وحصل عليه ثوره في الجامع لما قال لهم ايه، انت لازم تسمع ولي الامر والخروج ولي الامر، وقال لهم اسمعوا واطيعوا وما عليكم عبد الحبشي، وقال لهم احاديث، وقال لهم ايات قرانيه اللي هو ايه يعني ان هو اسمعوا واطيعوا لايه لولي الامر ماشي كده. فطبعا الناس هاجت عليه وقال لهم هو اللي بقول ده القران اللي بيقول، بيروح داخل في وشك يهتك يقول لك القران اللي بيقول، رغم ان القران اللي بيقول ده انت اللي بتاول النص على مزاجك. كان بيقول ايه البارودي في الفيلم بتاع الزوجه الثانيه لابو العيله. المهم يعني ايه، يعني اسمعوا واطيعوا ولي الامر. يعني المهم يعني ايه شايف الموضوع، وولي الامر منكم، وأولي الامر منكم لله ولرسوله وأولي الامر منكم ماشي كده. أيوة. لله ولرسوله وأولي الامر منكم. فانت لازم تسمع كلام ولي الامر، ولو ده القران بيقول مش الايه، مش انا اللي بقول. هذا هذه اللغه اللي فيها عنجهيه وفيها استعلاء هتنتهي. انت قدامك واحد هندوسي، واحد مسيحي، واحد ملحد، واحد يهودي، واحد كذا، فالدكتور هيتعب نفسه وهيحاول يجتهد، وهو نفسه هيتغير مع النقاش ومع الحوار مع الطلبه ومع الاسئله ومع الاجابات وكلام من هذا القبيل. تمام. نتمنى يعني طبعا اصلاح لهذا البلد. وانا زي ما قلت لك ما اعرفش موضوع بقى يعني حاله الموضوع اللي مدولي، موضوع الازهر ده، هل ربما يتخذ قرارات جريئه؟ على فكره علي عبد الله صالح في اليمن كان عندهم، علي عبد الله صالح في اليمن كان عندهم برضو في الثمانينات كده نفس السياق ده. الاخوان راحوا هناك عملوا حاجه اسمها المعاهد العلميه، وكان في التعليم العام اللي هو التربيه والتعليم. فالمعاهد العلميه دي كانت زي الازهر بالظبط، وكان الاخوان مسيطرين عليها سيطره جامده جدا، ولو حتى عملوا حاجه اسمها جامعه الايمان كان عايزينها توازي جامعه الازهر. وساعتها لما فشلت راحوا عاملين حاجه اسمها اللي كان بيرقصها القرضاوي علماء المسلمين. عملوا حاجه اسمها ايه، هيئه علماء المسلمين، وحطوا بقى فيها اخوان، وكان يتزعمها القرضاوي اتحاد علماء المسلمين، كان بترعاه قطر ماديا، وكان بيجيب بقى علماء من موريتانيا وكان من هذا القبيل، بحيث يصدر اي قرار يبقى باسم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على قيمه القرار. المهم جه على عبد الله صالح في 96 على ما اعتقد، وراح اصدر قرار انتهى توحيد التعليم ما قبل الجامعة بس، وما بقاش فيه معاهد علميه بجرد قلق. بس احنا لما بداوا يعملوا مشاكل، وداخل معاهد علميه وداخل كذا وداخل كذا وبداوا يعملوا مشاكل، راح اصدر قرار ولا حد اعترض ولا حد عمل حاجه. ولو صار مصر معقده، خلي بالك عندنا مشكله في التعليم جامده جدا. هو طبعا وزير التعليم مش واخد باله، هو كان اتكلم مؤخرا وقال لك ان احنا نستغل ايه، خلي بالك هو ما خدش باله برضه، قال لك نستغل مراكز الشباب عشان يزود فصول يعني، ونستغل مش عارف قال لك الجوامع، ونستغل المعاهد الازهريه. لان المعاهد الازهريه كتير منها فيها فصول فاضيه وفيها فصول كثافتها قليله، فده نزود بيه الفصول بتاعتنا بتاع التعليم العام. بس هو المشكله اللي مش واخد باله منها الوزير انه ما يقدرش يمس الازهر، يعني قلعه محصنه قلعه حصينه. النقطه الثانيه ان هو الموضوع مش موضوع انك انت تعمل فصل فين، هتجيب له كادر تعليمي منين ما انت عندك عجز في المعلمين، وانت متوقف عن التعيينات، وفي مشاكل ثانيه غير موضوع ان هو ايه، ان احنا بنينا الفصل. يعني في احنا عندنا هنا في الشيخ زايد 6 اكتوبر عشان اماكن صحراويه ومتخططه كويس، بيتبنى مدارس كتير جدا مش لانه كادر تعليمي. يعني المدرسه تبقى اتبنت وتقعد سنتين ثلاثه واقفه ليه؟ مش لان لها مدرسين، في عجز في التعليم، في عجز في المدرسين. المهم يعني هيحصل تغيير ويستغلوا هذه المعاهد الازهريه
في التعليم العام او يوحدوا التعليم ما قبل الجامعي. اتمنى ذلك، هيخشوا ناس اصول دين ناس كويسه وتفضل جامعه الازهر هي جامعه الازهر. بس ده كان اتمنى بصراحه انه يحصل كده. بس يعني لو تشوف دايما حتى بيصدروا للناس وكان الشيخ الطيب يعني راسه براس السيسي كده، او في نديه انه عارف انت اللي هو تصادم الاقوياء او حاجه كده. هو طبعا المنصب محصن، المنصب محصن بالدستور. لا وحتى قراراتهم، حتى قراراتهم قرارات الازهر، لا يعني انت ما تمسش الازهر يعني، وكان انا يعني ايه حاكم بروحي او انا منفصل. هو مره هو في الندوه اللي انت اشرت عليها بتاعت الخيش ده كلام خطير جدا شيخ الازهر، قال لك ان احنا الخلافه الاسلاميه من الصين الاندلس وكنا حضاره عظيمه وان التراث ما يحدش له دعوه بيه، وانت تروح تجدد في بيت ابوك مش في البيت الاسلامي يعني وبيت الدين، بيت الدين ده بتاعنا احنا. قال كلام في منتهى الخطوره يعني، وكان بيشجعوا الناس اللي وربطوا الازهر بس هو سكتهم يعني. فلا قال كلام يعني 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 غير الكلام اللي قاله مع الـ مع الـ سواء مع البابا فرانسيس او سواء مع الالمان او سواء مع في اندونيسيا. يعني نتمنى ان الرساله اللي قالها في اندونيسيا دي تبقى رساله المساجد. 4 فبراير ده يحتفي بيه خطباء المساجد ان هو يوم الاخوه الانسانيه، وانه شيخ الازهر قاعد مع البابا ساعتها وعملوا بعد كده بيت العائله وعملوا ما اعرفش كذا وكذا وكذا وكذا. هل بيحتفل الازهر بهذه التواريخ؟ ما اعتقدش. لا ده كلام، ده كلام بيصدر للخارج بس. ده انا فاكر من سنه او سنتين كان اسلام بحيري عمل مشكله كده انه اتكلم عن ابو هريره وايه الف في سيره ابو هريره. عايز اقول لك انا كنت في اليوم دوت يوم الجمعه دوت، انا كنت ماشي في الشارع فعديت على اكثر من مسجد اسمع. طبعا هم كانوا في الوقت دوت هم خلاص حددوا الخطاب او الفكره العامه للخطاب، فبنديك الفكره وانت بقى ايه ابني عليها. يا على كميه الدعم لابو هريره اللي كان في كل المساجد. يعني هو ده اللي هم بيفكروا فيه مش اكتر من كده. مش انه السلام بقى هو مش قادر يقبل اللي معاه. انا كنت في العيد في البحيره، فجت صلاه جمعه فدخلت اصلي الجمعه لقيت شاب كده يعني صغير 30 سنه ولا 32 سنه وسايب شعره لغايه نص ظهره كده، وخلي بالك السنه تطويل الشعر يعني، والرسول كان بيضفر شعره على فكره يعني. المهم فبرضه راح مهاجم تكوين والناس الذين يسبون البخاري والذين مش عارف ايه ويتقولون على الحديث وقال ابراهيم عيسى وقال يوسف زيدان، والخطبه كلها كانت شتيمه في تكوين وان هو بيهاجموا الاسلام وتجمع الملحدين وكلام من ده. كان الخطاب اللي بيسمعه جمهور عوام الناس بيحضهم يعني على وانا في تجمعي مع الناس اللي هم خريجين جامعه وموظفين حكومه يعني وشبه ذلك كلهم على فكره مع الخطاب السلفي، حتى هم مش اخوان يعني كتير منهم مش اخوان بس هواه سلفي يعني. هواه ايه؟ يقول لك ابراهيم عيسى وكلامه الغريب واستاذ اسلام بحيري والناس دول مش عارف ايه كذا ويوسف زين واشتموا في يعني خطاب ما هو واذا كان ده خطاب المساجد ما هو شيء طبيعي ان هم يتاثروا، ودول رغم انهم خريجين جامعه لا. انما هم مش مثقفين. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه بقى في النقطه دي يعني السلفيين قدروا ان هم ياثروا في المجتمع المصري بشكل يعني مرعب ده بشكل حقيقي. اغلب بس الناس في الكوره والنجوع اكتر في النجوع، بس حتى لو هو قدامك شخص متعلم وكده والمفروض انه بيسمع وبيسمع للاخر مفيش، هو مؤمن ان ده الكلام الصح وان الناس دي بتكره فالمسألة صعبة جدا. فأنا يعني اللي أنا كنت أقصد أقوله لو كان خطابه جميل ولطيف وكل حاجة في أندونيسيا، وطبعا بعيدا عن ادعاء أشياء هي لم تكن أصلا، إنه زي ما حضرتك ذكرت الحاجات اللي أنت ذكرتها لو هو قالها فهي حاجات مدعاة لم تحدث، إنه يعني لم يهاجم أو لم يبادر أو لم حتى يتطاول على الأديان الأخرى والحاجات دي كلها، فما علينا. بس إذا كان هو مش قادر يقبل اللي معاه في البلد الواحد او حتى الدين الواحد، مش هقول لك بقى يعني حتى المنفصل عنه في الدين، لا حضرتك مختلف معاهم دلوقتي عندك افكار مختلفه وعايز تنشر افكار يعني غير اللي هو بيتكلموا فيها، انت يعني مش محبب انك تكون متواجد على فكره. فاذا كان هو مش قادر يقبلك انت هيقبل المختلف معاه؟ مسالتهم صعبه، موضوعهم صعب. على رايك، على رايك صح يعني. طيب. طبعا احنا خدنا ساعه وثلث فممكن بقى يعني طبعا فيهم من ربع ساعه انا ما قدرت كنت خارج الهواء، بس يعني عشان ما نطولش على الناس شوف انت ايه برضه لو في اسئله لا هو انا ما عنديش اسئله بس عندي مش عارف تحب ان احنا نعرض كده سريعا 10 دقائق كمان او اقل يعني حتى لو زي ما تحب. انت
بتعمل الحلقة حوالي 10 دقايق، فوكأني كانت حلقة عندك. هل تحب تتعرج على اللي بيحصل في أمريكا بشكل عام بقى؟ لأن احنا الحدث اللي أنا كنت متفق معاك عليه هو تخطيناه بكتير، يعني المناظرة دي تخطيناها وحصلت أحداث كتير قوي متصارعة على بعض. صحيح. فتحب ماشي يعني كان بشكل سريع يعني هو بشكل سريع. هو طبعا الحركة الصهيونية حتى الآن بتأثر في أمريكا بشكل كبير، لأن هم عندهم حاجة مقننة اسمها جماعة الضغط. فمنهم مجموعة اسمها الإيباك، أظن دي يهودية صهيونية، ودي يعني قانونيا من حقها دعم أعضاء في الكونجرس وتنجحوا في الانتخابات بالدعاية والإعلام وكلام من ده. فهي بتأثر بشكل كبير جدا في الكونجرس الأمريكي. بس أنا برضو زي ما قلت لك اللي حصل في غزة في الفترة الأخيرة دي، لدرجة إن هو اسمها ايه دي النائبة بتاعت بايدن كمالا هاريس رفضت تحضر الخطاب بتاع نتنياهو في الكونجرس. وفي مظاهرات هجوم عليه، والديمقراطيين تاني سواء ترامب سواء بايدن سواء الديمقراطيين سواء الجمهوريين هو بيدعموا اسرائيل، عشان بس نكون صراحة، لان زي ما قلت لك جماعات ضغط الموضوع كبير. ولكن على الاقل الديمقراطيين مش عايزين شخص نتنياهو، ومش عايزين الفجر بتاع نتنياهو، وعايزين الموضوع يهدى لان عندهم انتخابات، ومش عايزين الموضوع يتسع في الشرق الاوسط عشان مصالح اقتصاديه. ونتنياهو واخد خط ان هو بيصعب حتى ضد الرغبه الامريكيه. تاني الجمهوريين والديمقراطيين الاثنين بيدعموا اسرائيل، واسرائيل لها غرض اقتصادي وغرض عسكري وغرض كذا، لان هو اتحطت واتزرعت لهدف. الاحتلال الانجليزي وهو بيسيب الهند وبيسيب مصر وبيسيب كذا، مش هيسيب الدول دي وعندهم الثروات دي ينتعشوا ويكبروا، لان خلاص هتبقى امبراطوريه ضخمه جدا هتحارب هتقضي على الامبراطوريه البريطانيه والفرنسيه في هذا التوقيت. فهما بيمشوا راحوا عاملين باكستان الاول اعترفوا بيها، وعملوا يعني زرعوا التقسيم وسايكس بيكو، وراحوا حاطين اسرائيل بحيث ان تستنزف الايه الدول اللي حواليها، وتنهم يدوها سلاح واضطر الدول العربيه تشتري سلاح وتبقى المنطقه ملتهبه، لان هما عندهم قناعه، عندهم قناعه وربما تكون يعني لها شيء من الصح، ان العرب لو ما حاربوش بعض هيحاربونا. العرب لو ما حاربوش بعض هيحاربونا احنا الغرب. فشيء طبيعي ان هو دايما يدخلوا في حرب، ايران والعراق، نطلع حرب افغانستان، نطلع على حروب مع اسرائيل، نطلع على كذا، يبقى الدنيا فيها ايه؟ دايما لعبكه، شيعه وسنه، خناقات في الدول، خناقات على الحدود وهكذا. بس انا الكلام احنا قلناه في وسط الحلقه، نفرق ما بين حضاره كبيره غربيه انتعشت وانتشرت وعملت عولمه وعملت ثقافه وعملت حضاره، وما بين نخبه سياسيه بتفكر في مصالح الموطن بتاعها. اللي يفكر لان الاصل في السياسه هو تحقيق اكبر مصلحه لمواطن دولتك. طيب غالبا بيحصل تضارب مصالح. انتوا عايزين تعملوا تجاره سلاح، وعايزين تعملوا بحث في السلاح، وعايزين تعملوا كذا. عشان تعمل صناعه سلاح لازم يكون في حروب. فانت لازم تصنع الحروب. غير انسانيه بقى، انسانيه ده موضوع تاني. انما عشان انا لو الحروب توقفت المواطن الامريكي سيعاني. لو الحروب توقفت المواطن الامريكي سيعاني، فيبقى لا الحروب تشتعل عشان المواطن الامريكي ينتعش. فهو حتى مش عارف كلينتون يا ربي ولا كان في الدعاء الانتخابيه بتاعته ان هو الاقتصاد يا غبي، يعني سيبكم من الكلام ده كله، ان هو الاقتصاد. الحروب طبعا مع الصين ومع الاتحاد السوفيتي ان هو الاقتصاد. فهو عشان يحقق رفاهيه لامريكا ويخلي الدولار قيمته العاليه دي، اصل خلي بالك ده بيلعب لعبه خطيره جدا. هو بيدينا ورق هو اللي طبعه بثلاثه ساخ وبياخد بيه ثروات العالم كلها اللي هو الدولار. لا هم بيلعبوا لعبه جامده جدا وكبيره جدا وقويه جدا. حتى لما الواحد بيراجع بيبقى مش عارف على اي اساس بعض الدول وافقت انها يعني تسلم نفسها تسليم اهالي كده بلغتنا، يعني ليه وافقتم؟ هو مازال هو الاقوى في السلاح، هو زعيم العالم. لا في وقت البدايه، في وقت الانتعاشه، في وقت الانطلاقه الاولى، ان انا اربطه الاول بالذهب فيقع الذهب ويبقى هو على المكشوف، فاروح جاي ربطه بالبترول فانت توافق ان انا اربطه لك بالبترول وهكذا يعني. بس ده تاريخيا. لكن تاني لا، ما هي الحرب العالميه الثانيه، كان قبل الحرب العالميه الثانيه كان مين قياده العالم؟ انجلترا وفرنسا. وكان انجلترا ساعتها بتسيطر على ربع اليابسه، اكبر سيطره على اليابسه كانت الامبراطوريه البريطانيه 24%. 24% الهند وجنوب افريقيا ومصر لا، اغلب دول العالم كانت تحت بريطانيا. طيب. طبعا
فلما حصل الحرب العالميه الثانيه مين الكومانده، مين اللي حصل بقى ضرب اليابان وناجازاكي؟ هو امريكا طبعا. امريكا خلاص بقى الفتوه، هو امريكا عارف نظام الفتوه بتاع زمان، وياخد الاتاوة لازم يدفع الاتاوة لغايه ما الفتوه الجديد يطلع. فكانت الفتوه بريطانيا وايه وفرنسا، فكنا دول تراجعوا بريطانيا وفرنسا. ده مش عارف حد كتب مقال مهم، ابو الغار او حد كتب مقال مهم في مصر اليوم، قال لك ان احنا شاركنا بنص مليون مواطن مصري في الحرب العالميه مش عارف الاولى ولا الثانيه يا ربي. قال لك ما جابش منهم 50,000. قال ده سبب اغنيه، قال ده سبب اغنيه سلمى يا سلامة تروحوا ترجعوا بالسلامة بتاع سيد درويش باين. قال لك دي لل 50,000 اللي رجعوا من نص مليون بتوع الحرب العالمية. يعني تخيل الامبراطورية البريطانية هي محتلانا تجبرنا نودي نص مليون يحاربوا حربها. ايوه طبعا بتتدخل. انا قصدي كان الفتوة بريطانيا وايه وفرنسا، فبندفع الاتاوة مش فلوس بس، فلوس وبشر ودم طبعا. فبقى الفتوة مين؟ امريكا. وامريكا مش عايزه دم، عايزه بشر بس، عايزه فلوس بس. يعني ارحم من الامبراطوريه الايه، من الفتوه البريطانيه، الفتوه بس. يعني في حاله الركود الاقتصادي، في حاله الركود الاقتصادي عندك حالتين ممكن عشان تشغل الاقتصاد، وبما انهم هم اللي بيديروا الاقتصاد عندك حالتين. اما انك يعني تدخل في مشروعات بنيه تحتيه داخل امريكا فتشغل الناس فالعجله تدور وهتكون عجله دائره داخليه، او زي ما حضرتك ذكرت كده تبيع السلاح، بس راح يجيب دم. احنا نشعلنا بكل من دين. هو امريكا يعني من ضمن سياسات امريكا هي اسمها سياسات اداره الصراع وليس حله. يعني هي دايما تحب ان تدير الصراعات ما تحلهاش. تفضل. الصراع موجود. السودان دي لو حبوا يحسموها بكلمه مش هيحسموها بكلمه؟ اي مكان في العالم هم لو عايزين يحسموها بكلمة. انا قصدي الشكل تايوان كده كل فوائد الخليج، الخليج نفسه الخليج كخليج عنده 3 تريليون دولار في خزائن امريكا لو حب يسحبهم على فكره مش هيدهم. الصين لها برضه مش عارف كان تريليون ونزل شويه. العالم حاطط على امريكا. كان بايدن كده خد قرار ان هو الديون الامريكيه رفعها مش عارف من 29 ونص ل 31 تريليون دولار. ال 31 تريليون دولار اللي هو اخدهم امريكا ديون دي بتوع مين؟ بتوع العالم. بتوع العالم. احنا لنا فلوس في امريكا على فكره. فلوس الدولاريه. بص هو بالعموم هو كل الاحداث اللي بتحصل دي شعوب العالم بتدفع عليها. بس خلينا نرجع للاحداث اللي احنا فيها دلوقتي. عايز اسالك سؤالين كده قبل ما نختم الحلقه. اولا لو ترامب مثلا هو اللي فاز في الانتخابات، هل يعني حضرتك شايف انه هيدعم اسرائيل انها تكمل في الحرب بشكل مباشر زي ما هو قال؟ عموما يعني رؤيتي عن ترامب رغم ان هو شخصيه مجنونه، وانا بحسه كده عامل زي مرسي داخل على نظام الدولة من خارج دولاب الدولة، عارف فاهم قصدي؟ يعني واحد من خارج التفكير الدولة دي، بصرف النظر ان هو يعني الشخص لا يؤثر كثيرا في امريكا، امريكا دولة مؤسسات وعندها رؤية عامة ما بتتغيرش، بس هو راجل يقدر يقول كلمة وينفذها، ده اللي احنا شفناه في الانتخابات الأولى. وهو دلوقتي في الانتخابات دي بيقول أنا هدعم إسرائيل حتى النهاية، حتى يعني تصل لما تريد. كمال هاريس بتقول لك انا عايز اهدي اللعب شويه، يعني ما نوصلش للمرحله دي. طبعا هي مع اسرائيل زي ما انت ذكرت كده، جمهوري ديمقراطي، هو مع اسرائيل لكن برضه علشان رؤيه الديمقراطيين وحقوق الانسان وكل الحاجات اللي كانوا بيبيعوها لاغلب الدول. وهنا بتكلم على المؤسسات السياسيه، مش الحضاره الشعوب علميه وغيره، ده افصله عن ده. زي ما حضرتك ذكرت انا مع ده جدا، فمش هقدر ان انا اكمل معاك في حرب بهذا الشكل. يعني ان انت نوصل لهذه الارقام من البشر قتلوا، يعني ده ارقام طبعا مهوله جدا ما تحصلش الا في يعني في وسط عالم او اداره عالم متخلف. لا يمكن نكون وصلنا للمراحل ديت من حقوق انسان وغيره 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 من الاشياء اللي احنا كنا بنتكلم عنها وديمقراطيه وغيره، واحنا بنقتل 30,000 في 6 شهور ولا في 7 شهور. ده يعني جنون. فحضرتك شايف لو كمال هاريس كسبت هل هتقدر تحجم؟ في كمان عندي سؤال كمان عايز اضيفه، هل لو كمال هاريس كسبت هتدعم نتنياهو انه يكمل الحرب، او لو ترامب اللي كسب هيدعم للنهايه، ولا الاثنين كل واحد فيهم هيكون عنده رؤيه مختلفه؟ السؤال الاخير او السؤال الاخير عشان هم ثلاث اسئله. بايدن فاضل له 6 شهور تقريبا، احنا تقريبا في سبتمبر مش عارف ولا في ديسمبر تبدا الانتخابات. 6 شهور دول في 11 الانتخابات. طيب 11 يعني معانا كم شهر؟ بس التنصيب في يناير. التنصيب في يناير. طيب في الفترة دي على حد قول بعضهم يعني انه
بايدن بيفكر انه يضغط على نتنياهو، انا ما عنديش خلاص مصلحه سياسيه في الفتره القادمه، انا مش جاي رئيس تاني، فممكن ان انا الوي ذراع اسرائيل يعني، بحيث انه يعني تراجعوا شويه. طبعا هو مش بيلوي بمعنى بيلوي، هو قال انا صهيوني عادي، فهو بس عاوز يهدي اللعب بما اني ديمقراطي وزي ما قلت لحضرتك، فهو عاوز يضغط على اسرائيل انه يقبلوا بهدنه، بما انه كان صديقي بيتكلم عن المساله دي، يقبلوا بالهدنه ويوقف الحرب لحد هنا، ونبدا بقى نتكلم على اليوم التالي للحرب. هل بايدن عنده القدره؟ امريكا عندها القدره، لكن هو عنده الرغبه؟ قصدي دول الثلاث اسئله. اتفضل. الرغبه هو... والفعل، مش الرغبه بس. هو انا قناعتي الشخصيه ان ترامب ربما ما يكملش السباق الانتخابي، او ما يعني ما يكسبوش، الدوله العميقه مش عايزه برضه الايه شايفوش دي العنتريه دي. النقطه الثانيه ان هو الوعود حاجه والكلام حاجه والواقع حاجه ثانيه، يعني حضرتك لا تتوقع انه يصل الحكم ترامب باي سنه زي سواء طب مش جاي انما يعني بشكل او باخر، يعني برضه امريكا اختلفنا واتفقنا معاها، هي دوله مؤسسات، في النهاية الرئيس بيقعد مع الكونجرس وكذا، وبيقعد مع الأجهزة التحتية، يعني القومي ووزير الدفاع والسي اي اي وكلام من ده. ولذلك حتى كتير من الحاجات اللي قالها ما قدرش ينفذها، لأن هو ساعات بيبقاش عارف التبعات. فعلى سبيل المثال كان برضه تصريحاته عنترية، وفي الآخر راح قعد مع اسمه ايه ده بتاع كوريا الشمالية، راح زار وقعد مع الحدود بتاعت كوريا الجنوبية في حركة غير مسبوقة، رغم إنه برضه كانت تصريحاته عنترية. النقطة الثانية كان عايز برضو موضوع ان هو يلغي المهاجرين يشتغلوا، ما قدرش، لان هو لما قعد بقى في التفاصيل، كاليفورنيا دي هي مزرعه امريكا، العماله اللي فيها الفلاحين اللي فيها منين؟ من المكسيك. فالمكسيكي بياخد 5-6 دولار في الساعه وبيشتغل شغل اكتر، في الامريكي اللي قصاده عايز ياخد 20 دولار ويشتغل شغل اقل. فبمنتهى البساطه قال له انت لو لغيت المكسيكيين، لو الخيار بخمسة دولار هيبقى 10 دولار، والشعب الامريكي هيقوم عليك. دي التبعات اللي هو بقى ايه في الحاجات العنتريه بيقولها، لما بيقعدوا معاه في التفاصيل بيقولوا له ايه شعبيتك هتنهار. المواطن الامريكي لو حصل عنده تضخم، لو قدرته الشرائيه ما قدرش، ده مش مواطن بتاع مصر ولا بتاع الشرق الاوسط، ده هيعمل لك مظاهرات على قدام البيت الابيض. فبيفهموا التبعات. موضوع الشرق الاوسط ده ما حدش عايزه يتسع. يعني وجهه نظري، اصل السياسه دي كلها كلام نسبي. الشرق الاوسط ما حدش عنده سعي يتسع، لان اذرع ايران بقت طويله. الحوثيين بقت قدرتهم كبيره، حزب الله بقت قدرته كبيره، ايران نفسها بقت قدرتها كبيره، واي تطوير لهذا الصراع هينقلب لحرب عالميه ثانيه. ما حدش يرغب في حرب عالميه ثانيه. وعلى فكره في حاجه حصلت غريبه جدا امبارح. الصين جمعت 14 فصيل سياسي فلسطيني على قمتهم حماس ومنظمه فتح والجهاد الاسلامي بقى، وحاجات شيوعيه وحاجات يساريه. انا فوجئت ان هي اصلا 14 فصيل موجودين في ايه في فلسطين، جمعتهم الصين وعملوا وثيقه وبتوحد ما بينهم. والغريبه ان حماس وقعت ووقعت ان هو يعني كده يعملوا حكومه ائتلافيه ويبقى تحت قياده عباس ابو مازن، وان الاساس يبقى في دوله فلسطينيه وعاصمتها القدس كلها. يعني قصدي الشاهد في الموضوع، الصين دخلت على الخط، الصين دخلت على الخط، وروسيا متحالفه مع سوريا وعندها قواعد في سوريا، وفي تبادل عسكري بينها وبين ايران. اللي انقذ روسيا اصلا الدرون اللي هي إيران. اكيد اللي انقذ طبعًا. روسيا لا هي اكيد امريكا مش عايزه طبعا ان الصراع يتوسع. وخلي بالك معايا، الدرون الايراني خليته روسيا وطورته، يعني الدرون الايراني خليته روسيا وطورته وقالت عليه حاجات. فاحنا بنتكلم عن موضوع في منتهى الخطوره، واي احداث عالميه كبرى العالم كله هيتاثر بما فيها امريكا. وامريكا خلاص الحروب بالنسبه لها بقت مش مرغوبه، دخلت العراق ويعني اتنفخت هناك، افغانستان نفس الكلام وطلعت بشكل مخزي، قبل كده فيتنام، خسرت كل حروبها على الارض. لان حروبها على الارض انت، وحتى اوباما مره قاعد يسال لماذا يكرهنا العالم؟ يكرهنا العالم ليه؟ لان انت عامل رامبو، فشيء طبيعي ان العالم كله يكرهك. فلما تنزل في اي مكان هيحاربك كل الناس. وعندهم حزب الله في العراق دلوقتي كمان، يعني دلوقتي اي حرب اسرائيل هيضربها طبعا مش هيسيبوا اسرائيل، وهيضطروا يتورطوا معاها. فبتنضرب من الحوثيين ومن العراق ومن سوريا وجوه فلسطين من غزه ومن الضفه الغربيه. ممكن فجاه تلاقي في صواريخ بقت في غزه كمان، في الضفه الغربيه. فانت بتتكلم في احتدام الصراع، كله عايز يهدي
الموضوع بأقل الخسائر الممكنة بالنسبة لإسرائيل. إنما ما حدش عنده سعادة ورط في حرب عالمية لا يحمد عقباها يعني. وبعدين الصين متحالفة، حتى لو مش بشكل علني، مع الوقت ممكن يبقى بشكل علني، هي وكوريا الجنوبية الشمالية وروسيا. أنت بتتكلم عن موضوع في منتهى الخطورة، ممكن يشعر العالم رغم أنه هيبقى مكانه الأساسي الشرق الأوسط، إنما هيتسع. ومحدش عنده سعادة المنطقة دي تضطرب. ما هو خلي بالك معايا، بالسهولة الناس تعدي البحر وتبقى كلها في أوروبا. ما هو أحيانا النظام المصري بيقول لهم يا جماعة مصر ما ينفعش تقع، لأن إحنا مسيطرين على الحدود، وإحنا 110 مليون واحد، نصهم هيبقوا في أوروبا بكرة الصبح. هتمنع إيه ولا إيه؟ فما حدش عنده سعادة المنطقة دي تضطرب أكثر من ذلك. ده قناعتي الشخصية. فيجي ترامب بقى، يجي كمال هاريس، يجي كذا، يجي كذا، في حسابات معقدة. وزي ما قلت، غير إن هو بيقعد مع الكونجرس والشيوخ، لا بيقعد مع أجهزة الأمن القومي ومع الجيش ومع السي اي اي ومع الكلام ده كله، وبيشرحوا له بقى تفاصيل وتبعات الحاجات. وحتى لو بيقعد مع الكونجرس، تعال شوف الراجل بتاع الفيدرالي الامريكي لما جابوه في الكونجرس وعصروه عصر على ارتفاع السلع الكهربائيه وارتفاع السيارات والعقارات هتعمل فيها ايه وهتحل مشكله، عصروه في كل حاجه وبيضطر يجاوب ليه مخفض الفايده، ليه مزود الفايده، هتخفضها امتى. وبعدين في صراع ما بين الديمقراطيين والجمهوريين، فده يعني الديمقراطيين اللي بيحكموا الان، فالجمهوريين يعصروا اكتر. فامريكا سواء اتفقنا او اختلفنا معاها، هي ما زالت محتفظه بالحد الادنى من دوله المؤسسات. انا ممكن في اي وقت على فكره كان في دعوه انفصاليه اظن، مش عارف من تكساس ولا من فين كده، يعني ولايه تكساس معرضه في اي لحظه ان يحصل حركات انفصاليه وتتفكك امريكا. طبعا 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 تمام. يعني حضرتك شايف انه ترامب باي حال من الاحوال هيتم تنحيته بشكل او باخر؟ استبعاده هو المتوقع. تمام. لو كمان هاريس جت هتضغط على اسرائيل ان الحرب تتوقف، ولا هتدعم لانهاء الحرب زي ما اسرائيل عايزه؟ لان اسرائيل ما قدمهاش غير رؤيه واحده. بالمناسبه يعني انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، بس رؤيتي في ترامب سريعا، يعني كوريا الجنوبية عدو أبدي بالنسبة لأمريكا. ما كانش ينفع أنه ترامب يتكلم عليه، لكن هو كان بيتكلم على أمريكا الشمالية. أمريكا الشمالية قصدي كوريا الشمالية أصلا. كوريا الشمالية آسف. فكان هو بيتكلم على أنه عاوز يخفف من التصعيد، وعاوز يعني يخفف من التصعيد مع الصين، وده عمله بالفعل، أنه راح كوريا الشمالية وكان بيتكلم مع الصين، أو هيخلي الحرب اقتصادية بس أو كده. لا بس عمل بالإضافة لكده عمل حظ على الصين وجمالك، وعمل مشكلة الهواوي بتاعتهم دي، قالك مش صح هواوي. وكمان في حاجة كمان كان قال، انا هعترف بالعاصمة، عاصمة اسرائيل في القدس، وده عمله بالفعل. وقال هنسحب من افغانستان، لا كان هنسحب مش عارف منين كده، من امريكا، من العراق تقريبا او حاجة. المهم يعني ان رؤيته اللي قالها في الانتخابات اننا هنكافئ على الشأن الداخلي لامريكي، هو قام بيه. من ضمن الحاجات اللي بيقولها دلوقتي لو جه رئيس، انه شايف انه طبعا مش هو اللي قال، المساعد بتاعه نسيت اسمه دلوقتي، بيقولوا جاريد كوشنر كمان قال كده، جاريد كوشنر يعني المساعد بتاعه، قال انه الحل الوحيد هو ترحيل اهالي غزه الى سيناء، وان اسرائيل يعني تمتلك غزه، ده الحل الوحيد قدامنا، سيناء فاضيه والمفروض ان هم ياخدوها. وبناء على كده انا قلت لحضرتك انه لما بيقول حاجه يعني بيسعى لتنفيذها بشكل كبير جدا. ف يعني لو خلاص اوكي احنا هنخرج ترامب، لان انا برضو موافقك على فكره، ترامب بشكل كبير جدا يعني مش هيكمل. كمال هارس انا بشكل كبير شايف انها ممكن تيجي، او اي انثى اخرى. انا شايف انه امريكا بتسعى لفكره انه يحكم اول انثى امريكا. هل هتقدر انها توقف الحرب، ولا الحرب مستمرة معنا شوية كتير، سنة كمان مثلا أو ست شهور كمان؟ تاني هم لا يتوقفوا عن دعم إسرائيل بحيث تخرج بشكل مشرف، بس هم بيدعموها بالسلاح وكذا، هيحاولوا يوصلوا إلى اتفاق بشكل أو بآخر لإنهاء يكون الصراع. يكون في صالحهم. نسبيا، إنما هو مش هتوقف عن دعم، ولا ما ينفعش يقطع السلاح، هيظل إيه يمد بالسلاح، بس هو في نفس الوقت هيضغط عليهم لإنهاء الحرب بأكثر شكل مشرف، يعني بيسموها إيه؟ تبييض ماء الوجه يعني. قدر الامكان. وبعدين موضوع سينا ده موضوع في منتهى الخطوره. ليه؟ هو الاتحاد السوفيتي اتفكك ازاي؟
ان هم عملوا بؤره افغانستان دي وراحوا عاملين حي على الجهاد، مجمعين الجهادين في كل العالم يحاربوا مين؟ الاتحاد السوفيتي. لو نقل غزه لسينا هيبقى حي على الجهاد في العالم الاسلامي كله لسينا، مش تقدر تمنعه طبعا. وهيجي لك بقى الاجانب كلهم يحاربوا وهيضربوا اسرائيل من سينا، وهيبقى حي على الجهاد فعلا طبعا. ما هو ده من ضمن الاهداف يعني المخططه اللي بعد كده، انه فعلا يحصل الضرب من سينا. وموضوع كبير طبعا. عندي سؤال اخير بس من ايوه، لا هي اسرائيل واقعها، بس عشان في ناس بتحب اسرائيل او بتزعل، فخلينا دلوقتي نبقى نتكلم معاه وبعدين في المساله دي. بس لا، حب رهيب يا سامح بيه، انا متفاجئ. اسرائيل عندها ولاءات مش طبيعيه في اللي بيتكلموا عربي، لا هم عارفين عبري ولا يعرفوا حاجه عن الشان الداخلي لاسرائيل. ما علينا، انا مش عايز ازعلهم، خليهم يحبوا اسرائيل زي ما هم عايزين. تاني، هو في ناس بشكل عدائي لحماس، او انا طبعا مختلف مع حماس كايديولوجيه، بس في ناس مع هو مين يتفق مع حماس بس يعني قصدي العداء. طب ايه يعني نظام ده؟ لا ده انا هنحب بقى اسرائيل، فهي قصدي ده عين. دي حاجه نفسي معانده يعني مكيده، موضوع نفسي اكثر منه موضوع نفسي اكثر منه موضوعي او عقلاني يعني. اصل العقيده لازم يعني اسرائيل، عقيدتنا المصريه اسرائيل عدو، حاربناها في 48 وحاربناها في 67 وفي 56. انا بقول لك باي لحظه هيتم الضرب بين اسرائيل ومصر، وياخدوها من وياخدوها مني كلمه، في اي لحظه انتظروا الضرب بين اسرائيل ومصر يقوم. وانتوا قاعدين انا بقولها معايا، مش عايز اتكلم علشان ما اتكلمش في السياسه، بس خدوها مني، قولوا المجنون ده قال انه ممكن يحصل ضرب، لما يحصل قولوا قال المجنون ده كده. اتفضل. هو كان في روايه اسمها باب الخروج لشكري الشير، كان كاتبها في 2012، بحاول اتوقع ومن ضمنها اتوقع ان هو يعني بيحكم مصر راجل عسكري، وان هو لما هتحصل مشاكل داخليه هيروح هيحارب اسرائيل وهيجيب نووي، هيحاول يجيب نووي عشان يحارب بيه اسرائيل. دي روايه باب الخروج، انصح الناس بقراءتها، بيسموها ادب المستقبل. مين الكاتب؟ شكري فشير، كان كاتب دكتور في الجامعه الامريكيه، وكان برضو موجود في ثوره يناير وحاجه زي كده. هو في حاجه بشكري فشير كده، وكان واخد البوكر او حاجه زي كده في روايه ثانيه، جس البوكر عربي. هو اللي كان عامل باين عمر، كان في مسلسل بتاع احمد عز اسمه مش عارف ايه عمر كده، اسمه عمر تقريبا. شكري فشير. طيب. بس حاجه شكري فشير، فهو كاتب باب اسمه باب الخروج، وكان بيتكلم عن ما بعد 2011، وقال مش عارف مين اللي هيحكم، وبعدين هيجي رئيس عسكري مره اخرى وهيصعد مع اسرائيل الصراع. لا هو طبعا انت لما بتكون حالتك الاقتصاديه تعبانه ادخل في حرب يا باشا، عشان الشعب يتلهي بره مشكلته الاقتصاديه ويشوف مشاكله الخارجيه، او في عداء خارجي بالظبط. ولا صوت يعرف صوت المعركه. تمام. معلش انا طولت عليك، احنا كنا متفقين على ساعه ونص، بس انا طولت عليك ربع ساعه. بس اخر حاجه عشان مارسيلينو ما يزعلش، هل وجود اسرائيل يعتبر رمانه ميزان امن المنطقه؟ هل وجود اسرائيل يعتبر رمانه ميزان امن للمنطقه؟ يعني هو مش الفكره، هو ساعات احيانا يقول لك احنا لو مفيش عدو نتحد عشان نحاربه، او حتى على كراهيته هنحارب بعض بقى يعني. ما اعرفش يعني ده مش برضه قلق يعني، برضه قلق ما اللي بيحصل في غزه ده بيصعد الاسلام السياسي، وبيصعد يعني العداء والكراهيه لامريكا، وبيخلي الناس تعمل عمليات ارهابيه يعني. لا برضه وجود هذا التوتر لا اعتقد ليس في صالح المنطقه باي حد من الاحوال، لان بيظل فكره الاسلام السياسي والخلافه الاسلاميه والدفاع عن الدين والدفاع عن الاسلام شعار قائم وله قبول. يا سامح بيه، اسهم الحركات الاسلاميه الدينيه طبعا تصاعدت جدا، دي نمره واحد، على حساب الدول المؤسسيه، لان الدول المؤسسيه مش شامله الدوله المدنيه والدوله الليبراليه. يا عم احنا بنتكلم ده بالليبراليه، لا ده نمره واحد. نمره اثنين، ايران اسهمها متصاعده، لان اللي كانت بتقوله واحنا كنا بنتريق عليها فيه بدا يتنفذ، انها هي المدافعه عن القدس وهي اللي بتحارب وهي المتصدره واذرعها موجود. خلي بالك كنا احنا محملين بالعداء جامد جدا اللي بين قوسين يعني الشيعة باذرعها ايران وحزب الله، بسبب ان هو في الثوره السوريه كان بشكل عام يعني مش بشكل شخص، بشكل عام في الثوره السوريه لما بشار الاسد ضرب الناس وضرب القرى وضرب كذا، وهم تدخلوا معايا، فالناس كانت معباه بكراهيه ضد ما يسمى الشيعة باذرعها. دلوقتي لا، شعبيه حزب الله، شعبيه الحوثيين، شعبيه ايران والعاطفه الشعبيه بدون تعميم يعني جزء من الشارع العربي
بقى يكره حكامه ويحب حكام ايران وحزب الله واليمن. اصله على الاقل يا سامح بيه هو صدق فيما قال وتعرض للامر، والحكام طبعا ما قدروش هم يعني. انت لو كنت عاوز تكمل لازم الحكام دول كانوا يفضلوا هم القادرين على التحكم في الامر والسيطره عليه، اما لما سبته ينفلت كده لا، الناس دي بتعمل الصح. خلي بال حضرتك كل مجتمع يعني كل مجموعه بشريه حتى لو مقسمه على مجموعه دول بتنتمي لبعض بشكل او باخر بعاطفه غير مقصوده. يعني مثلا الاوروبيين مع بعض دايما، اللي هم امريكا اللاتينيه دايما مع بعض ويزعلوا على، فهي ده طبيعي، ده مش امر مش غريب يعني. فعلى العموم انا بس حبيت ان انا ارد قبل ما نقفل الحلقه، اللي هو هل وجود اسرائيل يعتبر رمانه ميزان امن للمنطقه؟ انا شايف انه لا، هي مش رمانه، ده بالعكس هي سبب لاشتعال المنطقه بشكل مستمر. ربما هي مصلحه للغرب وامريكا تحقق مصالحهم، لكن مش امن للمنطقه، بالعكس تصاعد الاسلام السياسي وتصاعد الاحزاب الدينيه ومشروع الخلافه وكل المشاريع اللي هي اللي احنا عايزين دوله مدنيه بتعرقلها يعني. لا طبعا طبعا طبعا. فده بس ردي لو تسمح لي يعني يا مارسلين، وانا عارف ان السؤال كان موجه لسامح بيه، فانا حبيت ارد علشان انا يعني ما بقدرش امسك نفسي في الموضوع السياسي. لا متفق معاك، متفق معاك يا زعيم. تمام يا فندم، شرفتني يا سامح بيه، ومعلش اني طولت عليك. تحت امرك، تحت امرك في اي وقت. شكرا جزيلا. وعايزين نبقى نعمل حلقه مع المستشار احمد عبده ماهر. عبده ماهر انت وهو تشرفوني مره، تتفق معاه وعلى يعني على شرفك بقى، انت اللي تقول له تشرفوني مره على الازهر برضه. تمام. عشان هو بيحب، عشان هو بيحب الازهر قوي. تمام ان شاء الله، سهل ان شاء الله. تحياتي. ليلتك سعيده يا سامح بيه. الله يخليك، سلامي ليك ولضيوفك الكرام وللي هيشوفوا الحلقه لاحقا، شكرا ليهم جميعا، شكرا جزيلا. كتر الف خير، كتر الف خير. طيب يا اصدقاء، دي كانت الحلقه، وانا استمتعت بالحلقه جدا رغم ان انا كنت تعبان يعني، بس الحلقه ممتعه جدا وسامح بيه دايما بيبهرنا. فاتمنى لحضراتكم يعني ليله سعيده ويوم سعيد، واتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقه زي ما استمتعتوا. سلام. شكرا جزيلا، السلام عليكم. شكرا، سلام. Thank you.